الأهلي على بعد ساعات من كتابة تاريخ جديد في كرة القدم الأفريقية. مساء الخير، كل التحية لكل أهلاوية بكل ثقة والتفاؤل. بنبدأ معاكم حلقة جديدة جدا من السادسة في انتظار بإذن الله إن شاء الله كتابة تاريخ في تونس. تبدأ الرحلة من رادس وتنتهي في القاهرة يوم الجمعة المقبلة. أهلا وسهلا بكم. الحقيقة روح الثقة والتفاؤل دي مش مبنية لمجرد الحب والعشق والانتماء للنادي الأهلي، لكن حالة لمستها عند كل جماهير النادي الأهلي اللي قابلتها على مدار الأسبوع اللي فات، واللي كلها نمرة واحد متفائلة إن شاء الله بإذن الله، نمرة اتنين واثقة بشكل كبير جدا في الأهلي إنه يقدر يوصل للقب الـ 12 في تاريخه. الرحلة تبدأ النهاردة إن شاء الله كمان أربع ساعات بالتمام والكمال، وهنحاول نغطي فيهم التفاصيل اللحظات الأخيرة، سيناريو المواجهة المنتظرة، ديربي مش هقول بس شمال أفريقيا لكن ديربي الكرة الأفريقية. لكن قبل ما تطرق لده عندي أكتر من نقطة حابب أتكلم فيها مع حضراتكم. نمرة واحد النسخة دي، أنت بتتكلم على خامس نهائي على التوالي، وبتتكلم عن سابع نهائي في آخر 8 سنوات. هذا الرقم ده في حد ذاته قبل ما تبدأ صفارة البداية أو ضربة البداية في ماتش النهاردة إنجاز تاريخي تاريخي لكل القائمين على منظومة كرة القدم في النادي الأهلي، لكل نجوم النادي الأهلي اللي على بعد يمكن أيام بسيطة جدا من إن شاء الله بإذن الله تكون المقدمة النهاردة، وإن شاء الله وإحنا بنلعب بإذن الله لقاء القاهرة الجمعة المقبلة نكون بإذن الله قربنا بشكل كبير جدا من لقب البطولة. لكن أنت بتتكلم على جيل استثنائي الحقيقة، بتتكلم على جيل استثنائي في تاريخ كرة القدم المصرية وفي تاريخ الأجيال المختلفة للنادي الأهلي السبت المقبل. طيب خلينا نتكلم في نقطتين مهمين جدا. طيب إيه اللي يفرق النسخة دي النهائي الخامس على التوالي عن النسخ السابقة؟ يعني أنت لعبت في نسخة نهائي القرن القاضية مع الزمالك، ونهائي طبعا أو نسخة من أغلى وأفضل ألقاب اللي حققهم النادي الأهلي في تاريخه، وليها مكانة خاصة في قلوب الأهلاوية، ده ما فيش شك فيه. لكن في النهاية لعبت مثلا، وان كان النهائي طبعا من مباراه واحده في القاهره، لكن نهائي اتلعب او بطوله اتلعبت بدون جماهير. نمره اتنين لعبت مع كايزر تشيفز وبطوله ايضا كانت بدون جمهور، ولعبت النهائي خارج ارضك في ملعب مركب محمد الخامس امام كايزر تشيفز. ثم كان النهائي الثالث على التوالي امام الوداد في نهائي بطوله يعني لولا بعض الحقيقه مش عارف اقول ايه، ممكن يكون فساد، ممكن يكون اهواء شخصيه، ممكن تكون بصرف النظر يعني بصرف النظر عن الاسباب اللي ادت لخساره النادي الاهلي اللقب ده بفعل فاعل في مباراه من جوله واحده في ملعب الفريق المنافس في مركب محمد الخامس امام الوداد. وكان ممكن جدا جدا لو في عداله ونزاهه وشفافيه، لو في قائمين على الامور يتمتعوا بالحد الادنى من النزاهه لصالح الكره المصريه قبل الاهلي، كان ممكن جدا لقب البطوله دي يكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. لكن ما علينا، مش هنقف عند ده دلوقتي. ثم كان النهائي الرابع ايضا على التوالي، ولكن القصه المره دي كانت انه مباراه الذهاب في ملعبك ومباراه العوده في المغرب. لما تشوف حتى مشوار الاهلي في النسخ الاربعه دي تلاقي انه على مستوى الاداء والنتائج ما كانش افضل حاجه على الاقل في مقدماته. يعني صحيح بتنتفض بعد دور المجموعات وبتقدر تتخطى كبار افريقيا وبتقدر توصل للمباراه النهائيه، لكن لما تيجي تقارن مشوار الاهلي السنه دي هتلاقي انه الاهلي علامه كامله على كل المستويات، دفاعا، هجوما، خارج الارض، داخل الارض. هتجد الاهلي على مستوى الاداء يمكن تكون النسخه دي النسخه اللي النهارده هتمثل النادي الاهلي على ملعب حمادي العقربي في رادس هي النسخه الافضل من حيث الاداء ومن حيث النتائج في السنوات الخمسه الاخيره. هتلاقي انه مارسيل كولر في حد ذاته اتطور مع الاهلي وفهم الكره الافريقيه بشكل افضل بكتير جدا من اول مواسمه اللي حقق فيه بالمناسبه اللقب. هتلاقي انه مباراه العوده مباراه النهائي دوري الابطال لاول مره بتقام من فتره طويله جدا في القاهره على ارض النادي الاهلي وبين جماهيره. عشان كده بقول ان الظروف السنه دي مهيئه ان شاء الله باذن الله بشكل كبير، وثقتنا كبيره جدا جدا في لقاء النهارده. مش هننتظر لا لقاء العودة في القاهرة، لكن ثقة جماهير النادي الأهلي في فرقتها النهاردة كبيرة جدا. على مدار الأيام الأخيرة أنا ما ركزتش قوي مع الإعلام المصري. أنا عارف طبعا أنه في جزء كبير جدا يتمنى النادي الأهلي يفوز باللقب وده شيء طبيعي، لكن ركزت أكتر مع الإعلام التونسي. حاولت أشوف كده إزاي أشقائنا في تونس
وانا قلت يمكن في اكتر من مناسبه الحقيقه انه يمكن من اكتر المحللين الموضوعيين على مستوى استوديوهات التحليل العربيه اللي بيدوا الاهلي حقه وبيقدروا تماما نجاح منظومه الاهلي بشكل عام، مش بس فرقه كره القدم، هو الاشقاء في تونس، الاعلام التونسي بشكل كبير جدا، رغم انه الحقيقه الاهلي يمكن يكون المنافس الاول للانديه التونسيه، سواء النجم الساحلي، سواء الترجي التونسي او الصفاقسي التونسي، ويمكن يكون اكتر نادي عذب الانديه التونسيه على مدار التاريخ، مواجهات الاهلي مع الانديه التونسيه كثيره جدا، لكن مع ذلك الناس بتعترف بشكل كبير انه الاهلي خارج المنافسه، الاهلي لا يقارن، وده اللي حسيته من كلامهم، ده اللي حسيته من تعليقاتهم او تحضيراتهم او قرايتهم لسيناريو مواجهه الاهلي والترجي والاثنين من كبار القاره. طبعا فرق كبيره جدا، وكلامي ده الحقيقه مش عايز اترجم على ان اللقاء النهارده سهل او في متناول، لان انا اكدت على مدار الاسبوع اللي فات كله، كل حلقات السادسه اللي اتكلمنا فيها على فريق نادي الترجي، واللي بيتهيألي اصبح على الاقل انا كمان بالنسبه لي كتاب مفتوح. انا اقدر اقول لحضرتك النهارده تشكيل الترجي اللي هيبدا بيه ميجيل كاردوزو، اقدر اقول لك شكل وطريقه اللعب اللي هيلعبها الترجي، واقدر اقول لك ايه اللي هم مراهنين عليه في فريق الاهلي المصري، واقدر اقول لك مفاتيح لعب الترجي اللي لو تمكن الاهلي النهارده من ايقافها هتكون عنصر فاصل في القصه. لكن قصه ماتش النهارده ملهاش علاقه بالتوقعات. يعني لما نيجي نتوقع في كره القدم سهل جدا انه في الدور التمهيدي، مش سهل جدا، ده ممكن جدا 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 في الدور التمهيدي في بطوله زي بطوله افريقيا انك تتوقع وتبقى متاكد من توقعاتك دي بنسبه 90%. حتى في دور المجموعات اللي بتشتد فيها المنافسه شويه، او على الاقل بيبقى معاك غريم او اتنين، فريق او اتنين من اللي بينافسوك في المجموعه، مش هقول راس براس، لكن في منافسه بينكم، مين اول مين تاني، مين الفرقتين من الثلاثه او من الاربعه في بعض الاحوال اللي يستطيع ان هم ياخدوا بطاقه التاهل للادوار الاقصائيه. بتوصل للادوار الاقصائيه بيبقى نسبه التوقع صعبه شويه، يعني بيبقى صعب لانك بتبقى وصلت للاعلى مستوى من الانديه بشكل كبير جدا اللي بيتنافس على البطوله، فنسبه التوقعات هنا بتقل. الاكيد بالنسبه لي انه ماتشات النهائي خارج اي توقعات. مش ممكن ابدا حد يقدر يتوقع، الدوافع نفسها بتختلف. انت النهارده بتتكلم عن دوافع صحيح مختلفه عند الاهلي عن دوافع الترجي، لكن الدوافع في اعلى مستوياتها، الكل ينظر انه على بعد خطوه اخيره، محطه نهائيه للوصول للقب الغالي جدا بالنسبه للفرقتين، وخصوصا كمان انه الترجي بعيد عن التتويجات الافريقيه بقاله سنين، او مش بس التتويجات، ده بعيده عن المباراه النهائيه، فهي بالنسبه له فرصه لن تعوض وقد لن تتكرر على الاقل في القريب العاجل. عشان كده بقول مباراه النهارده خارج التوقعات، لكن سيناريوهات مباراه النهارده دي اللي هنعرفها مع حضراتكم في حلقه النهارده، ازاي بيفكر، وخصوصا انه معظم المحللين التونسيين اشقائنا في تونس وهم بيحاولوا يقروا مارسيل كولر، بيحاولوا يقروا شكل النادي الاهلي في مباراه النهارده، ركزوا او كلهم اتفقوا تقريبا يعني على التركيز بشكل غريب جدا على مواجهتين على وجه الخصوص. مواجهة الأهلي ومازيمبي في الكونغو، ومواجهة الأهلي وسيمبا في تنزانيا، وده السيناريو اللي كان الأقرب من وجهة نظرهم أن كولر هيخوض بيه مواجهة النهاردة. هل أعد مارسيل كولر مفاجأة لميجيل كاردوزو وكتيبة الترجي؟ ده اللي هنحاول نجاوب عليه النهاردة في حلقة النهاردة من السادسة. فاصل ونروح لتونس نطمن على سكواد النادي الأهلي وعلى أخباره ساعات ما قبل بداية اللقاء المنتظر. طب نبدا اخبارنا النهارده ونشوف طبعا على مدار اليومين ازاي استعد الاهلي للقاء الترجي النهارده، لكن خلينا معانا كمان اخبار عن التحضيرات او اللمسات الاخيره في تونس في معسكر نادي الاهلي قبل التحرك طبعا لملعب حمادي العقربي. خلينا نشوف الاهلي نيوز روم فيها ايه النهارده. ابدا معاكم من تونس الحقيقه قبل ما ندخل في الاخبار وقبل ما نستعرض كمان ازاي الاعلام التونسي او الصحافه التونسيه بصت او علقت على مواجهه النهارده بين الاهلي والترجي. زميلنا كريم احمد من تونس معانا على الهواء مباشره. مساء الخير كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. لسه فندق الاقامه كريم.
بالتاكيد طبعا يعني حتى هذه اللحظات متواجدين في فندق الاقامه، بنتمنى اكيد يا رب ان شاء الله النهارده يكون يوم جيد وطيب على كل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. كل التحضيرات انتهت ان شاء الله، ينقص توفيق ربنا سبحانه وتعالى. لعبتنا اجتهدت بشكل كبير خلال التدريبات، خلال المحاضرات، خلال الجلسات زي ما قلنا الثنائيه والفرديه والجماعيه من كل لاعبي النادي الاهلي، ان شاء الله تكلل بالنجاح النهارده. مباراه غايه في الصعوبه وغايه في الاهميه، زي ما بنقول شوط اول مهم جدا، هتقطع معاك خطوه مهمه نحو منصه التتويج ان شاء الله باذن الله. ده املنا الكبير في كل لاعبي النادي الاهلي، في مستر كولر اللي قدر ان هو الحقيقه يقف على كل الثغرات ونقاط القوه والضعف من خلال تحليله ورؤيته ومشاهداته للمباراه الاخيره لنادي الترجي التونسي. لكن الامور هنا طيبه جدا، يمكن اليوم النهارده يا رب تكون بشره خير، بدا ببعض الامطار، يا رب ان شاء الله تكون طيب الخير على كل كريم. لكن قبل ما ادخل في تفاصيل النهارده محتاج اقف معاك بس في امبارح. انا عارف انه الحقيقه من اول ما طياره الاهلي عملت لاندنج في تونس والاستقبال كان اكثر من رائع، الاشقاء في تونس والمسؤولين في الترجي الحقيقه استقبلوا الاهلي احسن استقبال، لكن يمكن الجماهير امبارح قلقت شويه لما سمعت اخبار عن بعض المضايقات انجاز التعبير في مران الاهلي الرئيسي، منها ما يتعلق بالسبايدرون، اتقال انها يعني كاميرا التجسس، اتقال مره ثانيه انها لا دي تبع الاتحاد الافريقي، منها ما يتعلق بتجهيز الملعب نفسه وارضيه الملعب، منها ما يتعلق بالظبط هي دي الدرون اللي اتكلموا عليها امبارح، وبعد كده في ناس قالت لا دي مش تبع الاشقاء او المسؤولين في نادي الترجي، الترجي ملوش علاقه بالطائره دي، تبع الاتحاد الافريقي، الناس اللي بتصور او بتاخد الديجيتال ميديا يعني المسؤولين عن منصات التواصل في الاتحاد الافريقي هم اللي كانوا بيصوروا لقطات من تمرين نادي الاهلي، في حاجات ليها علاقه بتحضير ارضيه الملعب نفسها، في حاجات ليها علاقه بالحضور، التمرين كان المفروض يبقى مغلق، ممنوع دخول اي حد خارج بس النادي الاهلي، ورغم كده يمكن كابتن خالد بيبو اشتكى من تواجد بعض الاشخاص داخل ملعب التدريب، فعايز اعرف منك تفاصيل القصه بتاعت امبارح الاول. بالتاكيد طبعا يعني احنا فوجئنا مجرد وصلنا الى ملعب رادس الاسابيع للمباراه، كان الحقيقه كان عدد كبير جدا متواجد، يمكن قلنا بالتاكيد عارفين ان في بروفات بتتعمل وفي تحضيرات وفي تجهيزات سواء خاصه بالبار او خاصه كمان باليوم، لكن في توقيت التدريب ده بيكون امر صعب جدا، يعني معروف تدريب النادي الاهلي، معروف موعد وصولنا، معروف ان بيكون في 60 دقيقه تدريب للاخير لفريق النادي الاهلي، ومنها ايضا كمان 15 دقيقه للاعلام، فمجرد الحقيقه وصلنا ودخلنا الى الملعب الحقيقه كابتن خالد بيبو فوجئ بهذا امر مستر كولر الجهاز الفني بالكامل، فكان في اعتراض كبير، ويمكن كابتن خالد بيبو بان في فيديوهات كثيره جدا على الاعتراض، حتى رش المياه يعني صعوبه كبيره جدا ان انت تصل الى المسؤول عن رش المياه. طبعا احنا عارفين ان رش الملعب ده بيكون امر مهم جدا على كل الفرق مش على النادي الاهلي فقط لغير، وتحديدا كمان انت بتتدرب على الملعب اللي هيخوض النادي الاهلي عليه المباراه، فمحتاج تشوفه مع رش المياه الامور هتكون عامله ازاي في التوقيت اللي هيقام عليه المباراه. الحقيقه كان في استياء كبير جدا جدا من الجميع الحقيقه، يعني مجلس اداره النادي الاهلي موجود شايف لحظه بلحظه، الكابتن محمود الخطيب شايف هذا الامر وكان متواجد، خد وقت كبير جدا الحقيقه مننا ان انت تحاول تطلع كل المجموعه اللي كانت متواجده. في نفس الوقت مستر كولر كان عايز يبدا التدريب قبل الانطلاق، بيتم تجهيزات بسيطه جدا وبتبدا ان انت تاخد ال 60 دقيقه الخاصه ليك، لكن يعني مع مرور الوقت قدروا ان هم طبعا يطلعوا كل المتواجدين، كمان الكاميرات اللي كانت خاصه ومتواجده اللي هتنقل المباراه كلها كانت موجهه الى الملعب، فمش معقوله بعد ال 15 دقيقه تكون الكاميرا موجهه للملعب، انت مش عارف الكاميرا شغاله، الكاميرا بتسجل ولا لا. امر الدرون كان الحقيقه كان امر مخيف شويه، لان الدرون لو علي فوق انت مش هتشوفه مهما كان رؤيتك ومهما كان انت مش عارف مين. الناس قالت لنا ده خاص بالقناه الناقله للمباراه، ويمكن الناس قالت ده خاص بالفيديوهات اللي هي بيتم بثها على مواقع نادي الترجي التونسي. امور الحقيقه كانت غامضه شويه، لكن كل هذه الامور الحقيقه يمكن مستر كولر خد قرار مباشره ان هو يتم انتهاء الربع ساعه بعد الاعلام، طبعا ما خد ال 15 دقيقه الاولى، وتم طبعا خروج الجميع من الملعب. الامور دي يمكن بالنسبه الطرف الثاني ممكن تقول لك يمكن هتوتر شويه النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي عنده خبرات كبيره جدا، عنده وعي كبير، عارف ان في كل هذه المباريات الصعبه والحاسمه ممكن تقابل هذه الامور، فكل الامور دي الحمد لله يمكن عدت. تدريب امبارح كان جيد جدا، شفنا اللعيبه وشفنا الحاله الكبيره وشفنا الجديه، مستر كولر الحقيقه كان على طول بيتحرك بيشجع بيتكلم، اتكلم اكثر من مره على اهميه ان احنا نكون متمركزين صح في المباراه، دخولنا في المباراه، كل الكلام ده كنا سامعينه من الملعب، وده كان امر مهم جدا في خلال الفتره اللي كانت مسموح بيها، فامر كان سبب ضيق شويه، لكن اللي يهمنا ان شاء الله
النهارده هو تحركنا ووصولنا لتامين الخاص ببعثه فريق النادي الاهلي. كلنا هنتحرك طبعا في موكب موحد الى استاد رادس، من هنا لفندق الاقامه لملعب رادس من 25 ل 27 دقيقه، لكن منتظرين نشوف الكثافه المتواجده الجماهيريه ازاي التامين هيقدر يتعامل معاهم، لان في كثافه كبيره جدا جدا فوق ال 34,000 اللي الناس عايزه تدخل المدرج، في كثافه وفي جمهور عايز يخش كمان، فالامر ده بيكون مهم. كان العميد علي اتكلم على هذا الامر في الاجتماع الفني كمنسق امني للكابتن خالد بيبو، كل الحقيقه البعثه النادي الاهلي اكدت على هذا الامر، فان شاء الله باذن الله الوصول يكون ييسر بشكل كبير ودخولنا لملعب المباراه يكون بافضل حالاته، عشان ايضا كمان المعامله بالمثل، وده اللي احنا متعودين عليه. احنا اي حد بيكون متواجد في القاهره، اي فريق بيقابل النادي الاهلي بيتم التعامل معاه بكل ترحاب، بيوفروا له كل شيء، فعشان كده التعامل هنا مهم جدا. يبقى التوفيق 90 دقيقه عليكم عليا في كره القدم، اللي هيجتهد ربنا يوفقه، واللي مش هيجتهد اكيد ربنا مش هيوفقه، فان شاء الله لعبتنا تجتهد وتبذل كل الجهد النهارده ان شاء الله باذن الله، ومستر كولر كمان يكون محضر لكل السيناريوهات، لان هنشوف امور كثيره جدا متعودين عليها في شمال افريقيا، فيا رب ان شاء الله كل المجهودات تكلل بالنجاح ويكون يوم طيب النهارده ونتيجه ايجابيه للفريق النادي ان شاء الله. عندك اي معلومات كريمه عن الساعه؟ انا عارف طبعا انه الاول اداره الترجي يمكن كانت طرحت 27,000 تذكره، بعد كده تم زياده عدد التذاكر المطروحه ل 34,000، واعتقد النهارده كمان يمكن في مدرج تاني، اعتقد المدرج الشمالي تم السماح بزياده عدد المتابعين من جماهير الترجي، لكن فيما يخص جماهير النادي الاهلي اللي باكد مره تانية حسب معلوماتنا انه يسمح ليها الدخول بالمجان في حال حملهم لجواز السفر المصري، هل تم تحديد ساعه معينه او مدرج معين لجماهير النادي الاهلي؟ لو عندك معلومات كريم. بالتاكيد طبعا، يعني زي ما بقول لك المنسق الامني العميد علي صلاح في الاجتماع الامني يمكن قلنا جمهور النادي الاهلي هيقعد فين، عندك كمان لعيبه بتكون خارج السكور شيت، وباقي الجهاز الاداري والجهاز الفني بيكون لي ايضا كمان مكان متواجد بالقرب من دكه بدلاء النادي الاهلي. يمكن مجرد وصولنا امس للملعب تم الاختيار ان يكون المدرج خلف دكه النادي الاهلي الخاص بالجانب الاداري، ويكون جمهورك كمان يعني في نفس الاتجاه، ما يبقاش جمهور النادي الاهلي بعيد، يعني جمهور النادي الاهلي وايضا كمان البعثه والطاقم الاداري هيكون خلف دكه النادي الاهلي. ده يمكن شفناه على ارض الواقع وعيناه، لكن اللي يهمنا على ارض الواقع، لان انت ممكن تروح تلاقي الاماكن اللي هي كانت محجوزه للبعثه او للنادي الاهلي ممكن تكون تلاقي فيها جماهير، عشان كده بقول لك الامور دي بتكون لازم تشوفها على ارض الواقع، لازم توصل الملعب تشوف الامور دي، لكن التنظيم الاداري قبل المباراه شيء وساعه المباراه بيكون شيء ثاني، لان زي ما بقول لك في شغف كبير جدا جدا لكل جمهور نادي الترجي، كان الاستاد بيتسع ل 50,000 عايزين يكونوا متواجدين ال 50 34، انا بقول لك الرقم ده هيزيد وممكن كمان يزيد عن 40,000 مشجع لنادي الترجي، لكن زي ما بقول لك كل الاجواء دي ان شاء الله تكون حافز وتكون دوافع لفريق النادي الاهلي. النادي الاهلي لعب في كل الاجواء وجماهيريه في كل الاجواء اللي بيبقى فيها مضايقات، يا رب ان شاء الله، يا رب ان شاء الله يكون مع كل لعيبه النادي الاهلي ويكون معانا النهارده ان شاء الله. مش هبالغ يا كريم اقول يعني، وان كانت لعيبه الاهلي كلها الحقيقه متعوده انها تلعب مباراه نهائي كل موسم، لكن ممكن يكون النهائي السنه دي بطعم مختلف، ويمكن يكون اهميه اللقب ال 12 يعني هي الاهم على مستوى الالقاب اللي حققها الجيل ده من اللاعبين في السنوات الاخيره. بعيدا عن الفنيات والتمرين ومارسيل كولر والجهاز الفني، عايز اتكلم معاك على الحاله اللي عايشاها لعيبه الاهلي على مدار ال 48 ساعه اللي بعتقد انها الاهم والاصعب على مدار الموسم كله. بالتاكيد هي حاله من التركيز، ومعروف على النادي الاهلي في المباريات الحاسمه حاله الجديه والتركيز، الوعي الكبير اللي فيه الكباتن النادي الاهلي، قلنا الشناوي قام بدور كبير جدا، محمد هاني، ربيعه، علي معلول، ناس عارفه ولاعيبه النادي الاهلي عارفه قيمه هذه المباراه. في لعيبه ما شاركتش في المحافل الكبيره في هذا الشكل في رادس في تونس، يعني زي ما بنقول كده اللعيبه الكبار قالت لهم كل التفاصيل وكل الامور اللي ممكن تقابلهم وتشوفهم، عشان ما يبقاش في اي نوع من انواع المفاجات. في احترام كبير جدا زميلي احمد للمنافس، لكن في حرص وفي ثقه كبيره جدا عند لعيب النادي الاهلي. النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، النادي الاهلي مركز من اول يوم لعيبه من الاوض للفندق للمطعم، ما حدش بيشوف حد دقائق بسيطه جدا، فده اللي الحقيقه اللي احنا بنلمسه ما بنكون متواجدين، بنلمس على ارض الواقع مدى الجديه ومدى حاله التركيز الكبيره جدا اللي فيها لعيب النادي الاهلي. زي ما بقول لك زميلي احمد التوفيق بس يكون معانا، التحضيرات خلاص انتهت، الفنيات مستر كولر خلاص قال كل شيء عنده، لعيبه النادي الاهلي قدرت ان هي تحضر كل شيء، ينقصنا التوفيق وينقصنا جمهورنا مهما كان اللي تعدده بيكون ليهم تاثير، شفنا جمهورنا كان في الوداد الحقيقه كان
ليه تأثير كبير جدا في المباراة النهائية رغم قلة عددهم. فإن شاء الله بإذن الله لاعبتنا تكون في قمة تركيزها من أول دقيقة لآخر دقيقة. دخولنا في المباراة لابد يكون قوي وجيد جدا عشان تقدر إن أنت تدي رسالة للجميع أن النادي الأهلي هدفه اللقب. وإن شاء الله بإذن الله اليوم تكون خطوة مهمة جدا نحو منصة التتويج ال 12 الأهلي، هو الهتاف الكبير جدا لكل جمهور النادي الأهلي هنا في تونس. فيا رب إن شاء الله بإذن الله تكون خطوة مهمة جدا نحو منصة التتويج والبطولة ال 12 تدخل دولاب بطولات النادي الأهلي بالجزيرة. إن شاء الله السفرية الجاية لما نتقابل يا كريم نكون بنتكلم على ال 13 أهلي. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم أحمد من مقر إقامة النادي الأهلي في تونس، كل التوفيق للأهلي النهاردة. وخلينا نكمل أخبارنا أو ندخل في أخبارنا، هبدأ معاكم الصحافة التونسية. يعني كلمتكم أو هكلمكم كمان لسه مع ناقد رياضي كريم سعيد ضيف النهاردة في السادسة على سيناريو المواجهة وإزاي ممكن كل فريق اللي بتهيألي منافسه أصبح كتاب مفتوح. أنا قلت لكم من خلال مذاكرتي الشخصية للترجي على مدار الأسبوع اللي فات، متابعة مبارياته نتائجه، أقدر أقول لكم الشكل والطريقة والأسلوب اللي بيفكر فيها ميغيل كاردوزو، والكثير من المحللين التونسيين أجمعوا أنها هتكون أو رهنه. يعني دي حاجة خارج التوقعات، وأتمنى أن كولر يفاجئ النهاردة. يعني بيبقى ليه مفاجآت حلوة في أوقات كتيرة جدا، أتمنى تكون واحدة من مفاجآته اللي تسعد جماهير النادي الأهلي في ماتش النهاردة. لكن كلهم راهنوا أو اتفقوا أنه الأهلي هيلعب بنفس الطريقة اللي واجه بيها مازيمبي وسيمبا خارج الديار، والاثنين مرة نجح الأهلي في تحقيق فوز على سيمبا، والمرة الثانية نجح في العودة. من أعتقد هي من المرات النادرة إن لم تكن المرة الوحيدة أن الأهلي يلعب مع مازيمبي في الكونغو ويرجع بدون خسارة. فبالتالي الحقيقة النتيجتين كانوا إيجابيين، أتمنى يكونوا فال حسن على الأهلي النهاردة، وإن كنت إن شاء الله طموحاتي وطموحات الأهلوية أفضل من كده بكتير. سيناريو اللقاء، سيناريو اللقاء واحد من الحاجات المهمة جدا النهاردة. وخلي بالكم كل 90 دقيقة وليها ظروفها. حالة اللعيبة في 90 دقيقة مجرد نزولهم الملعب ومدى تركيزهم، مدى توفيقهم في ترجمة الفرص اللي بتتاح ليهم أو في إنقاذ مرماهم من فرص. سيناريو اللقاء اللي أتمنى، يعني أتمنى بس إنه المبادرة، لو ليا إن أنا أتمنى حاجة واحدة في الماتش ده، إنه المبادرة تبقى من حظ ونصيب النادي الأهلي. إذا تمكن الأهلي من مبادرة أو مباختة الترجي، فأعتقد إنه الأهلي إن شاء الله هيقدر يرجع من تونس بفوز غالي جدا جدا جدا. وحتى لا قدر الله لو كانت المبادرة من حظ ومن نصيب الترجي، فأتمنى إنه الأهلي يسجل أيا كانت النتيجة إيه. تسجيل الأهلي لهدف في مباراة النهاردة مهم جدا 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 عشان يمنع الترجي من سلاح مهم جدا في مباراة العودة. أتمنى أن الأهلي يسجل النهاردة بصرف النظر عن نتيجة، وأتمنى أكتر أن الأهلي يرجع بفوز أو على الأقل إن شاء الله يكون بتعادل إيجابي. تعالوا نستعرض كده سريعا الصحافة التونسية قالت إيه عن ماتش النهاردة. نبدأ بالشروق، أخبار الترجي الرياضي، تشكيلة مثالية للإطاحة بالأهلاوية. وخدوا بالكم خلينا نتفق على ان سكواد الترجي الاساسي ال 11 معروفين للجميع، وانا هستعرضهم مع حضراتكم ومع كريم النهارده في الانترفيو، وهقول لكم تقريبا بنسبه 99% التشكيله هتبدا بيها الترجي، وعندهم لعيبه كويسه جدا في ال 11، لكن اهم ما يميز الاهلي عن الترجي هو الدكه. دكه الاهلي الحقيقه اتقل بكتير جدا من دكه الترجي، وده اعتقد عنصر من عناصر تفوق مارسيل كولر في مواجهه النهارده وفي مواجهه القاهره ان شاء الله. نروح لبعد الشروق، عندنا الصحافه الصباح، عندنا طبعا صحيفه صباح اتكلمت على الترجي الرياضي يوجه نداء لجماهيره قبل مواجهه الاهلي. وزي ما كنت بتكلم مع كريم، العدد التذاكر اللي طرح لمواجهه النهارده كان اساسا في الاساس 27,000 تذكره، وبعد كده صدر قرار من القائمين على تنظيم المباراه برفع عدد التذاكر ل 34,000 تذكره، وتم نفاذ التذاكر بالفعل بالكامل. والنهارده تم الاعلان عن فتح حاجه اسمها المدرج الشمالي، وتحديد سعر التذكره حتى باقل من التذاكر اللي كان تم الاعلان عنها قبل كده. كان سعر التذكره قبل كده حوالي 50 دينار، النهارده اعلنوا عن فتح حجز تذاكر جديده، تذكره تقريبا ب 30 دينار. فواضح انه الترجي محتاج جمهوره قدام الاهلي، زي بالظبط ما واثق انه جماهير الاهلي في مباراه العوده هيكون ليها دور كبير جدا ان شاء الله باذن الله في حسم اللقب. مدرب الترجي الرياضي، مباراه الاهلي ستحسمها بعض التفاصيل، وعازمون على مواصله رفع التحدي لكاس برهان رفع اللقب. طبعا ميغيل كاردوزو انا اتكلمت عليه مع حضراتكم، قلت مدرب كبير، سي في محترم جدا جدا جدا، ولكنه يبحث عن بطوله.
يعني هو صحيح درب في دوريات كبيره، درب بيشكتاش في تركيا، درب سيلتا دي فيكو في اسبانيا، اعتقد درب كمان في نانت في فرنسا، يعني مدرب سي في بتاعه تقيل، لكنه لم يحقق اي لقب على مدار مشواره، في حلمه انه يكون لقبه الاول لقب قاري، انه يقدر يحقق لقب دوري الابطال مع الترجي. وخدوا بالكم الكلمه دي والماتشات دي حقيقي انا بتفق معاها، تلعب على التفاصيل. الاهلي على مدار 180 دقيقه ممكن تتاح لي 180 دقيقه، عمر المواجهتين المباراتين القاهره ورادس، ممكن تتاح لي 3 أو 4 فرص. الاهم هو الترجمه، الاهم هو التوفيق، واعتقد انه حاله التركيز اللي عايش فيها لعيبه النادي الاهلي استعدادا للمباراه دي، انا بقول لحضراتكم وانا حاضر تقريبا الاربع نهائيات اللي احنا لعبناهم قبل كده، حاله التركيز في معسكر النادي الاهلي غير مسبوقه، اتمنى ان شاء الله انها تترجم في لقاء النهارده. نروح للصريح، استياء في اوساط الاهلي المصري قبل مواجهه الترجي، وده اللي اتكلمنا عليه امبارح، طبعا حاله الاستياء لانه الحقيقه مش متوقع ولا يليق، يعني كنت متوقع طبعا الحقيقه، طبعا احنا استقبلنا في تونس افضل استقبال، وده واحنا بنتكلم على اثنين من الانديه الاشقاء والعلاقه بينهم ممتده وطويله، فكانت الحقيقه الحاجات اللي حصلت في 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 في, في تمرينه الاهلي الرئيسيه امبارح كانت مثار استياء لكثير من جماهيره، وكانت حاجه بره السياق يعني، لكن مع افتراض حسن النيه يعني لغايه اللحظه دي احنا مش متاكدين هل كان في تعمد لمضايقه النادي الاهلي، فكره انك انت يكون عندك تمرينه رئيسيه قبل 24 ساعه من المباراه، فتلاقي درون بتدخل الملعب، فتلاقي كاميرات التلفزيون اللي هتنقل المباراه موجوده في ارض الملعب، في العادي والطبيعي في الظروف اللي زي كده، واخواتنا في الاعلام طبعا يعرفوا كويس جدا، الكاميرات بتتقلب اتجاهها ناحيه المدرجات، مفترض انها مش شغاله بس برضو بتتقلب ناحيه المدرجات، ما تبقاش موجهه للملعب، لانه انا وانا بتصور مش عارف هل الكاميرات دي شغاله، هل في حد موجود في الكنترول بيتابع او بيسجل تمرين النادي الاهلي ولا لا، بالاضافه بقى لقصه التواجد اشخاص ما كانوش يعني قيل ان هم تبع الناس المسؤوله عن تحضيرات الفار، ناس تكنيشنز او ناس يعني تقنيين موجودين في الملعب عشان يحضروا ويجهزوا ملعب المباراه في نفس توقيت تدريب النادي الاهلي الرئيسي، فكلها الملعب ما كانش مرشوش، وحاولنا او حاول كابتن خالد يتواصل مع المسؤولين، يا جماعه الملعب مش متجهز للتمرين الاساسيه، اصله ما بيردش، اصله مش موجود، اصل احنا بعتنا كلام اللي حضراتكم عارفينه ده، وده الاستياء يمكن اللي نقلته الصحف او الصحافه التونسيه. الشروق تاني الليله، الترجي الاهلي في رادس، الانتصار او الانتصار باذن الله، الانتصار من نصيب النادي الاهلي، وباذن الله ان شاء الله باذن الله نقرب بشكل كبير جدا، ويبقى احتفالنا ان شاء الله يوم مباراه القاهره القادمه. طيب الترجي والاهلي تاريخ طويل، وده يمكن واحده من الحاجات اللي سلط عليها الضوء الاتحاد الافريقي. خلينا بنتكلم الاول على الارقام، تتكلم على 22 مباراه، وده سجل طويل جدا من المواجهات بين الاهلي والترجي في البطولات المختلفه. الاهلي فاز بالارقام 10 مباريات في مقابل 4 فوز فقط لا غير للترجي، و8 مباريات انتهت بالتعادل، اتقابلوا مرتين، طبعا الاهلي سجل في شباك الترجي 25 هدف، الترجي سجل 14 هدف فقط. اتقابلوا مرتين في نسخه نهائي دوري الابطال، مره طبعا كان التتويج للاهلي في رادس، واحده من اهم برضو البطولات التي لا تنسى، حمد ناجي جد ووليد سليمان في رادس، قدر الاهلي يحصل على اللقب من الترجي، واتقابلوا ايضا سنه 2018، مباراه اولى كانت في برج العرب، الاهلي فاز 3-1، ومباراه العوده كانت في تونس، الترجي فاز 3-0 وحسم اللقب، فالثلاث مواجهات في النهائي يحسمها ان شاء الله باذن الله الاهلي لصالحه، او يخلي الكفه تبقى لصالحه بعد ان شاء الله التتويج بالنسخه ال 12 في تاريخ النادي الاهلي. من ضمن الارقام اللي لفتت نظري برضه، عشان انا بشوف انه في اوقات كتير جدا يعني مش عايز اقول جماهير الاهلي، لانه يعني دايما طول ما انا بكلم السوشيال ميديا انا مش عارف انا بكلم مين بصراحه، يعني بكلم حد معانا ولا بكلم حد علينا، بكلم حد بيتكلم للمصلحه العامه ولا بكلم حد واخد حاجه من تحت الترابيزه، فانت مش عارف بجد يعني الشخص اللي بيتكلم ده بيتكلم بدافع دوافعه ايه الحقيقيه يعني. لكن بشوف انه اللعيبه دي لعيبه النادي الاهلي دي بتتكلم على الاهلي وصل ل 14 مباراه نهائيه، يعني الاهلي على مدار تاريخه كله في بطوله دوري الابطال سواء بالمسمى القديم او الجديد وصل ل 14 مباراه نهائيه. الجيل ده لوحده وصل لسبعه، يعني في لعيبه النهارده، في لعيبه بتلعب في ماتش النهارده بالليل لعبه 7 نهائي دوري ابطال، من اصل 14 نهائي وصل لهم النادي الاهلي.
انت متخيل الرقم؟ انت متخيل الانجاز؟ انت متخيل انه الجيل ده النهارده باذن الله ان شاء الله لو قدر يعبر المحطه الاخيره، محطه الترجي، ويتوج باللقب رقم 12، ان يبقى جايب للاهلي 4 ألقاب من اصل 5 نهائي، وده رقم ما حصلش مش في الاهلي، مش في افريقيا، ده حتى النادي الاهلي ما حققش الرقم. عشان كده لما بنقول فكره انه الاهلي بينافس نفسه حقيقي، يعني انت هو انت الدوافع عندك ايه؟ انك تكسر الرقم اللي انت حققته قبل كده، مش رقم فريق تاني محققه. انت اقرب حد ليك في افريقيا هو مازيمبي والزمالك، تتكلم على 5 ألقاب. اخر مره توج مازيمبي امتى باللقب؟ حد فاكر؟ طب اخر مره توج الزمالك بلقب، بما ان هما الاثنين اكتر الانديه من حيث عدد البطولات اقرب للنادي الاهلي، طب قدامهم قد ايه عشان ممكن يعني ده لو الاهلي يعني ابتعد، يعني لو الاهلي بطل ياخد القاب قدامهم قد ايه عشان يقربوا بس من النادي الاهلي؟ فعشان كده بقول لكم لما بنقول كلمه الاهلي بينافس نفسه، اعتقد انه هي دي الدوافع اللي بقت موجوده قدامنا. ما انت مش بتنافس حد، يعني لو ما نافستش نفسك مش هيبقى عندك الدوافع، مش هتقدر تتحرك لقدام. عشان كده الاهلي بيقفل لقب البطوله بيبص على البطوله اللي بعدها على طول. اتكلم طبعا على انجاز تاريخي اتحقق النهارده ما حققوش اي جيل قبل كده، بما فيهم مانويل جوزيه وجيل بدايه الالفيه طبعا العظيم اللي حقق 3 ألقاب من اصل 4 بطولات. نتمنى ان شاء الله التوفيق يكون حليفنا النهارده. طبعا عندنا مباريات ثنائيه حدث ولا حرج. المباراه الاهم ودي متعلقة باثنين من صناع النجاح في مشوار الفرقتين الموسم ده، بتكلم على مصطفى شوبير وأمان الله مميش، الاثنين الحقيقة حراس صاعدين واعدين، وديال أو يعني مواجهة أفريقيا كلها النهاردة بما فيهم الاتحاد الأفريقي بص عليها. الاثنين تألقوا بشكل غير متوقع، ومش بس تألقوا لكن كمان عملوا أرقام. انت بتتكلم على 7 ماتشات لشوبير ما استقبلش في بطوله دوري الابطال، ما استقبلش فيهم ولا هدف. بتتكلم على عدد تصديات 28 تصويبه او تسديده او فرصه انقذها مصطفى شوبير في المشوار. على الجانب الاخر وعلى الرغم انه في ناس كتير وصفت الترجي بالصلب دفاعيا، وانا جزئيا اختلفت معاهم، يعني هو صحيح على مستوى الارقام الترجي لم يتلقى سوى 3 أهداف في البطولة الحالية، 3 أهداف كلهم جم في دور المجموعات في مباراته مع الهلال السوداني. صحيح أنه أمان الله مميش واحد من أفضل حراس في البطولة دي، وهو حارس برضو واعد صاعد واعد، تكلم على حارس تقريبا 19-20 سنة، ودي المواجهة اللي أنا بتكلم عليها. شوبير مميش الاثنين الحقيقة كانوا أصحاب دور رئيسي وناجح جدا في وصول فرقتين للمباراة النهائية، لكن أنا بشوف إنه الترجي حتى في رادس النهارده مش هيكون بالصلابة الدفاعية حينما يواجه النادي الأهلي، ويمكن شوية إنه التوفيق كان حليفه في مواجهة سان داونز، كان ممكن جدا الأهلي يبقى بيلاعب سان داونز النهارده في مباراة النهائي، لكن على كل الأحوال ده ما ينفيش أبدا إنه فريق كبير، فريق عنده شخصية، فريق عنده روح البطولة، فريق عنده من الدوافع على أرضه النهارده وسط جماهيره، لأنه يعلم تماما إنه مواجهة الأهلي في القاهرة في استاد القاهرة مع جماهير نادي الأهلي هتكون صعبة جدا جدا على أي فريق في قارة أفريقيا مش بس على الترجي، ففرصه كلها رهانه كله هيكون على مواجهة اليوم اللي أتمنى إن شاء الله إنه الأهلي يكون موفق فيه ويرجع لنا بنتيجة على الأقل تكون إيجابية. فاصل ونرجع نفرد ورقنا ونشوف كيف ستكون المواجهة بين مارسيل كولر وميجيل كاردوزو على استاد حمادي العقربي النهارده في تمام العاشرة، كل ده في 6 مع كريم سعيد ضيفي طبعا بس بعد الفاصل. Ja, wir freuen uns, dass wir das Finale erreicht haben. Wir haben eine sehr gute Champions League Qualifikation gespielt und sind jetzt hier in diesem ersten Finalspiel. Freuen uns, oder ich freue mich auf dieses Spiel, auf dieses Finale. Es sind zwei hervorragende Mannschaften, die das natürlich auch absolut verdient haben, in diesem Finale zu stehen. Und dementsprechend, wenn man im Finale ist, möchte man natürlich auch gewinnen. Und ja, wir werden alles tun in diesen zwei Spielen, um das möglich werden zu lassen. سعداء جدا ان احنا هنا، سعداء جدا بالوصول النهائي، عملنا بطوله كبيره، تعبنا كتير عشان نقدر ان احنا موجودين هنا في النهائي.
قدامنا مباراة مع فريق قوي جدا، فريق كبير. أعتقد الفرقتين استحقوا الوصول للنهائي، وأعتقد إن هما الاتنين قدموا بطولة كبيرة جدا الاتنين، وأعتقد إن هما أحق فرقتين بالوصول للنهائي. الوصول النهائي معناه دايما إن أنت عندك طموح إن أنت تاخد البطولة، وبالتالي إحنا هنعمل كل اللي في وسعنا، هنأدي كل شيء حتى نحصل على البطولة في الماتشين إن شاء الله. عندنا ماتش هنا وماتش في القاهرة، وبالتالي هنأدي كل اللي علينا قدر الإمكان للحصول على البطولة في الماتشين إن شاء الله. dass wir hier 3-0 gewonnen haben, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, dass keine Zuschauer im Stadion waren. Und ja, auch damals natürlich auch schon eine gute Mannschaft mit dabei war. Und jetzt ist jetzt sind wir im Finale, das ist natürlich nochmals eine Kategorie höher. Und das Brass hat auch gute Spiele gezeigt. Und ich habe 5 Spiele angeschaut. Ich habe natürlich auch gesehen, dass sie sehr gut spielen können, und es ist vor allem natürlich morgen auch in diesem Heimspiel werden sie alles tun, um das Spiel zu gewinnen. Wir müssen bereit sein, müssen dagegenhalten, müssen wissen aber auch, wie unser Captain das schon gesagt hat, dass es 2 Spiele gibt, und schlussendlich wollen wir nach diesen 2 Spielen besser aussehen als unser Gegner. احنا السنة اللي فاتت جينا هنا، طبعا الموضوع كان مختلف تماما، النهائي غير لما تلعب في ادوار اقصائية. كسبنا هنا 3-0، عملنا ماتش كبير جدا السنة اللي فاتت، كنا بنلعب فريق كبير، يبقى الترجي مين اللي بيلعب دايما؟ الترجي فريق كبير، فاحنا عملنا مباراة كبيرة. طبعا كان في فرق كبير ان ما كانش في جمهور حاضر السنة اللي فاتت، فده برضه فرق السنة دي. لكن اعتقد ان انا اتفرجت على الترجي كتير، الترجي السنه دي مختلف عن السنه اللي فاتت، في تطور كبير، في تحسن كبير في اشياء كتير. انا اتفرجت على 5 مباريات للترجي لغايه دلوقتي، وشايف ان في طبعا الترجي بيلعب كويس جدا، استحق الوصول للنهائي. النهائي دايما بيبقى كاتيجوري اعلى كتير من الادوار الاقصائيه، طالما وصلت للنهائي فانت فريق اقوى، فانت فريق افضل من الفرق القاره، وبالتالي كمان في النهائي الدوافع بتبقى مختلفة، بيبقى الفريق عايز، كل فريق عايز ياخد البطولة. فأعتقد طبعا إن الماتش بكرة هيبقى مختلف تماما، هيبقى محتاج مننا تركيز كبير، وزي ما كابتن الفريق كابتن الشناوي قال، إحنا بنتكلم على ماتشين مش ماتش واحد، في مباراة بكرة وفي مباراة إن شاء الله الأسبوع القادم في القاهرة. لازم نبقى مفكر دايما إن هما 180 دقيقة، هنقدر هنحاول نعمل كل شيء عشان في ال 180 دقيقة نكون أفضل من الترجي. ده الهدف بتاعنا إن شاء الله عشان نقدر إن احنا ناخد البطولة. هل يواصل مارسيل كولر سلسلته الناجحة في اللاهزيمة في مشوار دوري الأبطال؟ هل يحقق لقبه الثاني على التوالي واللقب الـ12 في تاريخ النادي الأهلي؟ ده السؤال اللي كل جماهير نادي الأهلي في انتظار الإجابة عليه، واللي هنحاول النهاردة من خلاله نقرأ مارسيل كولر. ده جزء طبعا من تصريحاته في المؤتمر الصحفي، لكن كريم سعيد بالتأكيد عنده رؤية على مشوار، على مواجهة الأهلي والترجي وعلى مشوار الفرقتين في البطولة طبعا المتألق دائما ودوما. كريم سعيد ضيفي في السادسة، مساء الخير يا كريم. مساء الخير يا أحمد، مساء الخير كل متابعي النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي، وأكيد يعني نتمنى كل التوفيق النهاردة للنادي الأهلي في الشوط الأول. يعني النهاردة 90 دقيقة هي الشوط الأول والشوط الأصعب. لا، والشوط اللي بيحدد فريم المواجهه. يعني النهارده فريم المواجهه بشكل كامل او مسار اللقب جزء كبير منه بيتحدد النهارده، وحتى النهارده يحدد لك تفكيرك واسلوب لعبك في ماتش العوده. فاهمني؟ يعني احنا نتمنى ان شاء الله باذن الله باذن الله ان احنا نخلص اكتر من 50% ان شاء الله، والنادي الاهلي بكل امانه بكل امانه قادر على هذا الامر، وان شاء الله يكون مارسيل كولر زي ما سمعنا كابتن مؤتمر صحفي يكون درس الترجي بشكل وفي جزء كبير مش قليل. يعني نعم، شايف ان الاهلي ممكن او جماهير الاهلي النهارده نعم شايفه انه باذن الله الاهلي قادر انه يخلص بنسبه 100%. في ناس متفائله او طموحه. طبعا طبعا اكيد، يعني اكيد دايما التفاؤل هو لغتنا، بس طبعا بكل امانه مارسيل كولر قال كلمه مهمه جدا لازم نقف عندها، ان ترجي النسخة الحالية غير مختلف غير السنة اللي فاتت. بس اشارته برضو للقاء السنة اللي فاتت في تونس في نعم رادس ومكسب الاهلي 3-0، اشارة تعكس فكرة انه لو انا خصم النادي او انا منافس النادي الاهلي نعم طبيعي جدا، حتى لو الظروف السنة دي اختلفت، حتى لو حصل تغييرات على مستوى الجهاز الفني، على مستوى التعاقدات والانتدابات، نعم انه في رهبة، في نظرة مختلفة للاهلي دونا عن اي منافس ثاني في افريقيا. لا، هو دون شك دون شك دون شك
دايما منافس النادي الاهلي يعني زي ما احنا بنتكلم كده مثلا اكيد بنحترم الترجي جدا احنا بنتكلم عن الترجي ده نادي كبير جدا طبعًا في تونس طبعًا وهو ونادي كبير في افريقيا وده قدره طبعا طبعا بس اكيد اي منافس للنادي الاهلي في افريقيا بيتكلم على الاهلي اكتر ما احنا بنتكلم لان قدر النادي الاهلي قدر كبير جدا وبمباريات كتيره يعني اداريا وفنيا ورياضيا كل حاجه لكن مهم نعرف ان احنا النهارده يا احمد بنلاعب في وجهه نظري اكثر مدير فني واقعي جه على تاريخ الترجي. ليه بقى بقول لك الكلمه دي؟ لان خلي بالك الترجي في تونس هو زي الاهلي في مصر العقليه النادي اداريا ورياضيا هو اكبرهم يتقبلوا على المستوى الافريقي ان احنا رد فعل. الترجي في افريقيا في المباريات الحاسمه في النوك اوت كلها في رادس لعب مدافع على ارضه وبره ارضه بس يعني بره ارضه مفهومه كلنا ممكن نعمل كده الاهلي بيروح لعب سان داونز بيلعب متحفظ لكن الاهلي بيلعب سان داونز في مصر افتكر مباراه الدوري الافريقي احنا لعبنا مع سان داونز اول 45 دقيقه ما اعتقدش ان سان داونز في حياته مع مكوينا فضل اكثر من 35 دقيقه مزنوق في ال 18 بتاعته زي الشوط ده انا فاكر الشوط ده المباراه اللي هم تاهلوا فيها بس كان شوط غريب من النادي الاهلي كان شوط هجومي بحت سان داونز ما كانش اصلا بيطلع عند الشناوي فطيب النهارده الترجي بيلعب ميجيل كاردوزو ميجيل كاردوزو مدير فني واقعي للغايه قدر ان هو يرجع الترجي بشكل مختلف السنه اللي فاتت طبعا تفتكر مباراه الاهلي والترجي في رادس 3-0 وكانت ممكن تصل للنتيجه أكبر من كده بكتير بصراحة المباراة كانت سهلة للغاية وبرده في العودة كانت نفس الإنتاج بس الفكرة في حتة إيه؟ الفكرة في حتة إن السنة دي الشكل مختلف طريقة اللعب مختلفة الترجي نفسه هقول لك حاجة بسيطة قوي الرباعي الدفاعي اللي هنلعبه النهاردة هم اللي لعبونا السنة اللي فاتت الأربعة اللي ورا فول باك اليمين فول باك الشمال بن علي وبن حميدة وياسين مرياح وتوجاي الأربعة هم ولكن سيستم الدفاع مختلف ده بسبب مين؟ بسبب مدير الفني، بسبب الجهاز الفني. طبعا كابتن مين معلول اسم نحترمه كل شيء ولكن ميجيل كاردوزو عمل منظومه دفاعيه للترجي خلت عنده رقم مميز للغايه. 9 كلين شيت في دوري ابطال افريقيا منهم 6 معاه هو. 6 معاه هو. منهم 180 دقيقة قدام سان داونز واحد من الفرق الهجومية جدا 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 في افريقيا واحنا عارفينه 180 دقيقة مش قادرين يحطوا فيهم هدف واحد. فاحنا بنتكلم على فريق محترم فريق واقعي فريق بيحط تارجتس قدامه بعيدا عن الشكل وعزه النفس والجمهور هيقول ايه طب خليني اسيب الترجي عند الحته دي وهرجع له تاني نعم يعني انا عايز ارجع لفكره ازاي هيفكر ميجيل كاردوزو ما اعتقدش انه عنده رهان غير ال 90 دقيقه الاولى هو يعلم تماما ان مواجهه الاهلي في القاهره هتكون صعبه فبالتالي قدرته على تحديد الفريم اللي انت اتكلمت عنه او زياده فرصه او فكره انه يجي القاهره الاقل ضغطا او الاقل توترا او ده يصب في مصلحته فرهانه على 90 دقيقه لكن انا عايز اقف معاك مع الاهلي اللي بياخد 5 نهائي على التوالي ايه المختلف في نسخه الاهلي بتوقيع مارسيل كولر في نهائي رادس النهارده والقاهره يوم الجمعه اللي جايه عن الاربع نسخ اللي قبل كده شوف طبعا اكيد الثقه بقت اكبر بكتير لان احنا بنتكلم على المجموعه الحاليه مع مارسيل كولر ما اتغيرتش احنا بنتكلم يعني قوام الفريق يعني قد يكون 70% او 75% من الفريق هو هو اللاعب بس وزود عليه بعض الاسماء الجديده زي مودست زي رضا سليم اسماء داخل الجديد امام وسام ابو علي مثلا فبنتكلم على 70% من الفريق هو هو طيب فكره ان انا بلعب الفاينلز الافريقيه على طول بشكل مستمر ده بيخليني انا النهارده عندي قدره العب في اي ملعب. النادي الاهلي وديه مازامبي ما عنديش مشكله، وديه بريتوريا في جنوب افريقيا ما عنديش مشكله، وديني رادس ما فيش مشكله، وديه مركب محمد الخامس في المغرب ما عنديش مشكله. ليه؟ بتبني ثقه ودي نقط بعيدا عن التحليل الفني اللي الناس بتشوفه في التلفزيون ان في عوامل اخرى في تراكمات على مدار طبعًا. خبرات كتيره جدا طبعًا. وسنوات كتيره انت عندك لعيبه ممكن يفضلوا معاك لغايه السيمي فاينل ودي بنشوفها كتيره جدا ومدربين ياما اتكلموا عليها واقفين على رجليهم قول لهم فاينل يقول لك لا هنا بقى ايه تانية. جدا وبيحتاجوا طبيب نفسي وبيحتاجوا يعني سيشنز قبل المباراه وبيحتاجوا حاجات كتيره جدا فلقيت النادي الاهلي عارف اللي هو ايه يا احمد عارف اللي جاب كتاب وهو اوريدي قرا هو الكتاب ده مثلا 100 شابتر وهو اوريدي خلص منه 50 لوحده هو اوريدي مخلص 50 لوحده فبس هو عايز يزود من الباقيين اللي هو ما قراهمش هو ده النادي الاهلي
ان هو النهارده عايز يضيف القاب، لان هو اوريدي في عوامل كتير عنده اوريدي. فالنهارده مهم قوي قوي قوي، وسؤالك يعني حتى من الناحيه الفنيه سؤال خطير. المبادره اللي احنا هناخدها، هناخد احنا المبادره ولا هنسيبها له؟ ان هو يسيبها لك. نبص على ميجيل كاردوزو، هيلاقيه في الدوري المحلي بيلعب بشخصيه. ايوه في الدوري، بطوله دوري ابطال قصه ثانيه خالص، فرقتين مختلفتين. الماتش الاخير ده من النجم الساحلي ضغط طول الملعب، بريس على طول، بيضغط من قدام، ما بيسيبش النجم الساحلي يطلع بالكوره. ده اسلوبه محليا. ليه؟ له ايه عارف، له شكل معين. افريقيا ما بيلعبش كده، في افريقيا بيبقى هو رد الفعل. السؤال هنا بقى، مارسيل كولر هو بيفكر للمباراه قبل مارسيل كولر فكر. السيناريو الافضل بالنسبه لك انت يعني لو كاردوزو هيلجا للاسلوب ده او احنا قلنا عنده شخصيتين، شخصيه بيظهر فيها في الدوري التونسي انتشار استحواذ ضغط ضغط عالي، سيطره على ال 90 دقيقه بشكل كبير جدا، وفي افريقيا كانه فريق تاني خالص. صحيح. من وجهه نظرك الافضل للاهلي انه يبدا بدي او بالشخصيه دي، ولا بشخصيه دوري الابطال اللي هي الزون والمرتدات والتحولات؟ انا اول ما ابدا المباراه، وطبعا نقطه مهمه جدا جدا جدا، ان ان شاء الله باذن الله اللعيبه واول ما يوصلوا رادس ما يخشوا اوضه اللبس، من الباص على ارض الملعب على طول. ليه؟ عشان الاصوات اللي انت سامعها من بره وانت رايح ملعب رادس، ملعب رادس عندنا كده زي الدفاع الجوي، هو خارج البلد شويه، فالاصوات هناك التشجيع وانت راكب الباص ورايح للاستاد بيبقى الصوت جامد جدا. ليه؟ لان المنطقه اللي حواليه فاضيه، مش زي استاد القاهره، استاد القاهره حواليه مباني ومباني سكنيه، فالدنيا برضو ايه بتمتص الصوت. لكن لا، فانت النهارده وانت رايح لازم تكسر الرهبه دي، مهمه جدا. من الباص على طول ارض الملعب تمتص كل ده وتخش اوضه اللبس، تخرج تبدا تعمل عمليه احماء. بدايه المباراه في وجهه نظر اول ما الترجي يقول تلاقيه في اول هجمه ما بيضغطش بطول الملعب، اضغط هاجم خد المبادره منه. وانس ان انت عملت عليه في اول 10 دقائق وربع ساعه هجمتين، هم نفسهم هيقلقوا. واديك مثال بسيط، احنا قلنا اسمين مهمين جدا، محمد بن علي الباك اليمين ومحمد بن حميده الباك الشمال. انا بقول لك اهو ميجيل كاردوزو هيقول الاثنين وقف، اوعى تطلع، برافو عليك، اوعى تطلع، خليك واقفين الاربعه اللي ورا وان لاين، ما حدش يطير ولا واحد يطير. ليه؟ أنا قلقان من أجنحة الأهلي، إن أي حد هيتفرج على النادي الأهلي هيقول لك قوته في أجنحته أكتر من عمق الملعب. لو الاثنين وقفوا، إحنا في بعض المشاهد كده وبعض الساينز قلنا حتى لسادة المشاهدين، أول ما تلاقيها ده بيديك أنت الفرصة، بيقول لك إيه خد الكورة اعمل بقى اللي أنت عايزه. نعمل إحنا بقى عكس، يعمل صن داونز. صن داونز غلطته في وجهة نظري مع الترجي إنه ما حاولش يسدد من خارج منطقة الجزاء، كان دايماً عايز يخترق بأسلوب لعبه العادي. أخش منطقة 18 بالظبط. انا جوارديولا، انا بحب جوارديولا انا بحب جوارديولا، فعايز اخش. خد بالك ضيعوا كتير قوي، كتير ضيعوا في تونس وضيعوا في جنوب افريقيا كتير قوي. بس خلي بالك عبد الإله مميش، هم الحارس المرمى بتاع الترجي، هم لعبوا له اللعب اللي هو عايزه، ده في وجهه نظري. هم لعبوه ان هو ايه ميزه هذا الحارس الصغير في السن، بنتكلم واحد مواليد 2004 يعني 20 سنه، 20 سنه ايه ميزته في هذا السن؟ خد بالك امان الله مميش الاتحاد الافريقي اختار واحد من نجوم الترجي، يعني هو هو يمكن يكون اهم نجم في الترجي في ليفور في الوصول للنهائي. ولد مميز جدا. بس برضه احنا بنتكلم على حارس عنده 20 سنه. تمام. يعني كده او كده برضه خلينا نتكلم بصراحه، عندك كل حاجه بس ما عندكش خبره. ايوه. انك صغير. ايه هو ميزته؟ ميزته في سرعه رد فعله. سرعه رد فعل يا احمد بتبقى من التسديدات القريبه، خلي بالك. لما تسدد له من بعيد لا، ممكن اللي بنسميها ايه التايمنج بتاعه ما يبقاش مظبوط. نشوفها منين مثلا؟ نشوفها مثلا من هدف النجم الساحلي الاول. الكوره اتلعبت رميه تماس ارتدت على مشارف منطقه الجزاء، تسديده في وسط الحاله الدفاعيه وهذا الكم من الارجل اللي قدامه ما شافش الكوره، هوب دخلت هدف. انت تقول ايه ده، الهدف ده دخل في الجون اللي شال الكوره دي؟ لان الكوره بتاعت سان داونز القريبه سرعه رد فعله هو شايف، وعنده سرعه رد فعله سريع جدا، هو سنه صغير. انما التسديدات البعيده شويه لا، ممكن يصعب عليه التعامل معها. فان شاء الله باذن الله اكيد فريق السكاوتنج وفريق تحليل الاداء في الاهلي يكون شايف ده. في اوضه اللبس، مش بس في اوضه اللبس، من قبل الماتش يمكن باسبوع 10 ايام وكل مدير فني شغال مع فرقته على عناصر التفوق، على دراسه الخصم، ادى محاضرات. كل لعيب هيشتغل على اللعيب اللي قدامه ازاي، ايه الواجبات الدفاعيه، ايه الواجبات الهجوميه.
خلصنا كل الشغل ده واتمرنا وحضرنا ودينا محاضرات، الحكم بدأ اللقاء بصفارته الدقيقة الأولى. شايف الضغط عند مين أكتر؟ الأهلي اللي بيلعب خارج الأرض مع واحد من كبار إفريقيا اسمه الترجي على أرضه وسط جمهوره، ولا الترجي اللي بقاله كتير قوي ما وصلش أساسا للمباراة النهائية، ما حققش لقب إفريقي، مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية قدام نادي القرن، قدام صاحب أكبر رصيد من البطولات، قدام النادي اللي لعب خمس بيلعب خامس نهائي على التوالي وهو على أرضه وسط جمهور. التوتر، الضغوط اللي عند الفرقة، اللي عند اللعيبة في الملعب بمجرد بداية المباراة عند مين أكتر؟ شوف، نظريا يفترض أن الضغط هيكون على فريق الترجي. ليه؟ لأن الذهاب على أرضه وسط، النهارده بنتكلم في حوالي ربما نوصل ل 40,000 متفرج داخل الملعب، النادي الاهلي ربما يكون نصيبه من 40,000 دول حوالي 1000 او 1000 ونص، فبالتالي بنتكلم على 97% من الملعب كله ترجي. بس واقعيا الترجي هيحاول يصدر الضغط للاهلي. ليه؟ لان في وجهه نظري كاردوزو هيعمل نفس الفلسفه بتاعته قدام سان داونز، انا مش هكون الفاعل، انا هسيبك انت تبقى انت الفعل وانا رد الفعل، وانا ما عنديش مشكله خالص او خالص ولا عندي اي دقيقه من ان انا اكون على ارضي بلعب مدافع ولا يفرق معايا، خد انت الكوره اعملها اللي انت عايزه، انا مش هلعب غير على المرتده. وخليني برضو اقارن لك الثابته، هم شاطرين قوي في الثابته جدا جدا جدا. خليني اقارن لك الماتش ده يا احمد بنهائي 2005 الاهلي والنجم الساحلي. الاهلي بيلعب النجم الساحلي في سوسه، فاينل دوري، اول دوري ابطال افريقيا للنادي الاهلي ساعتها من سنه 2001. المباراه دي انا فاكرها، نجم الساحلي طبعا النادي الاهلي كانت نسخه مرعبه للنادي الاهلي مع مانويل جوزيه اول طبعًا. فاينل نجم الساحلي بيلعب في سوسه قدام جماهيره، والملعب كمان في سوسه قريب يعني صغير فالمدرجات قريبه جدا جدا من الملعب، مش زي رادس، رادس ملعب اولمبي ففي تراك والدنيا بعيده شويه. النجم الساحلي 90 دقيقه زون ديفنس، ما بيطلعش. النادي الاهلي خد المباراه يعني بالطول والعرض، حتى ساعتها كان حسن مصطفى لاعب النادي الاهلي ضيع، ومحمد بركات ضيع فرصتين خطيرتين جدا، بتكلم على الفاينل الاول 2005 مش 2007. النادي الاهلي جه في ماتش العوده كسب 3-0 وتوج باللقب. انا في وجهه نظري ربما الترجي يلجا لهذا الامر، ان انا هلعب زون ديفنس وهستنى هجمه مرتده وهحاول على قد ما اقدر زي ما انت فضلت وقلت احصل على اكبر عدد من الضربات الثابته حوالين منطقه جزاء الاهلي. ليه؟ لان انا املك ياسين مرياح. ياسين مرياح زي محمد عبد المنعم في النادي الاهلي، لعيب طويل، هيدر ممتاز، تاني هداف الفريق في الدوري المحلي برصيد 5 أهداف بعد رودريجيز، لعيب ممتاز من كل النواحي. فبالتالي اقول لك هي دي فرصتي، انا ما عنديش القدره ان العب كوره على الارض مع الاهلي، واذا اصلا فكرت ان هاجم هضطر ان انا اطير حد من الفول باكس، لان الوينجات مش هيقدروا يهاجموا لوحدهم. أيوه. الوينج لو راح عليه اتنين هيقول لك هيبص للكوتش لو سمحت قول اللي ورايا يطلع معايا، انا مش هاجم لوحدي. فلو هو خد القرار ده هيبقى عنده مخاطره، ان على طول هتلاقي بيرسي او رضا سليم او حسين شحات او ايا كان الجناح بتاع الاهلي، اول ما هيلاقي الفول باك طاير هيبدا يقف وراه. فول باك بتاع النادي الاهلي او خط وسط النادي الاهلي هيروح قطع ارميه له على طول. فهو ده قرار مدير فني. فانا وجهه نظري الضغط نظريا على الترجي، ولكن واقعيا هو هيحوله للنادي الاهلي. شايف خطوط الترجي ازاي؟ يعني لما نيجي نبص لخط دفاعه انت اشدت بيه مع كاردوزو، رغم ان ده نفس الخط اللي شال من الاهلي السيزون اللي فات ذهابا واياب، لكن شايف انه السنه دي تنظيمه بصمه كاردوزو عليه واضحه بشكل كبير. خط النص، خط الهجوم، انهي اضعف خطوط؟ انهي خط ممكن الاهلي يفرض سيطرته عليه بشكل كبير جدا ويترجم السيطره دي انه نتيجه اللقاء تبقى لصالحه؟ طيب شوف، طبعا احنا الرباعي اللي ورا ثابت، حارس المرمى اتغير والخماسي الامامي اتغير. نبداهم باهولو، لعيب رقم 6 من توجو، لعيب قصير كده مدملك في نص الملعب، بس ورك ريت عالي للغايه، وكمان يعني باسنج كاتر بيقطع الباصات من المنافسين بشكل مميز جدا. وورك ريت عالي، عامل كده زي اليو ديانج بس هو اقصر شويه، بس ورك ريت عالي جدا جدا جدا. وجود اقوله في وسط الملعب بيامن للثنائي شعلالي وحسام تقى، وعايزين نقف عند حسام تقى كتير. اوكي. ان حسام تقى هو الفري بلاير بتاعهم، مش البلاي ميكر، هو الفري بلاير. يعني فري بلاير ما عندوش واجبات معينه، هو كده واخد حريه في الصلاحيات، صانع لعب كلاسيكي.
بيلعب في عمق الملعب مميز جدا 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 في دقه التمريرات، الفيجن بتاعته كمان خطره، الفيجن بتاعته بيقرا الملعب بشكل مميز جدا. فانا في وجهه نظري لازم حسام تقع، واعتقد ان شاء الله باذن الله باذن الله يقف، يكون في تكليف مان تو مان، مش الاقرب يروح له، يكون في مان تو مان معاه، انك لازم تمشي معاه، مفتاح لعب مهم لابد انه يتحجم جدا. حسام تقع واحد من اعتقد مكاسب الترجي السنه دي، والفرقه دي خلي بالك يا احمد خطورتها كمان تزيد من السنوات الجايه لما يلعبوا مع بعض كتير. زي الاهلي كده يعني. طبعا برضو انت برضو قلت كلمه حلوه قوي قوي في الانترو، ان احنا بنتكلم على فرقتين يعني يستحقوا الوصول للنهائي وهيروحوا مونديال الانديه في امريكا. هم فعلا يستحقوا، الترجي فعلا يستحق جدا. فانا اشوف ان خط وسط نادي الترجي هو واحد من نقاط قوته، بس برضو عايزين نتكلم على الهجوم. يان ساس ورودريجيز، اثنين الثنائي البرازيلي وغاشا طبعا اللعيب الجزائري، لعيب مميز جدا، بس يان ساس هو اللي برضو اللي لفت نظري. تكلم على جناح دريبلينج ممتاز، مهاري ممتاز، تسديدات ويقدر يلعب بلاي ميكر خلي بالك، وساعات بيعمل شيفتنج مع حسام طوق. ساعات هو اللي يخش جوه وحسام يطلع على الخط ويعمل لك شيفتنج عشان انت ما تبداش تحفظ اسلوب اللعب. كل الامور دي مخليه الترجي نسخته بالظبط عكس النسخه اللي انت شفتها وقلت من شويه ان هي خسرت من النادي الاهلي في رادس 3-0. لكن نقاط ضعف الترجي في وجهه نظري في بطء خط دفاعه، في الكره الثانيه قدام منطقه جزائه، الحتتين دول اللي يتفرج على الترجي خصوصا امتى بقى؟ في الدوري. انك تلاحظهم في الدوري مش هتلاحظها في افريقيا. ليه؟ في الدوري هو بيهاجم، ففي بقى في ايه؟ في خدوهات. ايوه. الكره الثانيه ليه قدام دفاع الترجي بيقعوا فيها بسبب ان هم اطوال فرعه فما عندهمش السرعه. اللي بيلحق ياخد الكره الثانيه قدام منطقه جزائهم ويسدد بيبقى نسبه خطورته على مرماهم عاليه. فانت عايز مش تتخانق معاهم في الهواء، سيبهم هم ياخدوها، بس الحق انت الريباوند الكره الثانيه بالظبط كده. لو انت خد استحوذت على الكره الثانيه قدام منطقه جزائهم هتعمل عليهم خطوره بالغه. بالنسبه لك مفاتيح الاهلي في مكسب اذا كان ليه يعني او اذا كان هدف من اهداف كولر، انه يكسب. والله انا كسبت الترجي قبل كده، في مدير فني جديد، في شكل جديد، نتائج على مستوى ده ابطال كويسه، لكن لو عايز او مش لازم اكسب، لكن انا بشوف ان واحد من اهداف الاهلي الرئيسيه النهارده ان شاء الله ربنا يوفقنا فيها مهمه جدا جدا، انك تسجل بصرف النظر عن النتيجه. صحيح، برافو عليك. فكره صح. انك تسجل دي طبعا. في حد ذاتها ايا كان السكور ايه، صح، هتحيد سلاح مهم جدا للترجي في مباراه العوده. صحيح. لو انت عايز تسجل النهارده، شايف اقصر طريقه الوصول لمرمى امان الله مميش ايه؟ هل كرات ثابته؟ هل تسديد زي ما انت قلت من الخارج؟ هل اختراقات من الاجناب او من العمق؟ يعني شايف السيناريو ممكن يبقى ازاي؟ لو الحلقه دي كانت السنه اللي فاتت وسالتيني السؤال ده كنت اقول لك اختراقات الاجنحه الهجوميه. أيوة. وبالفعل ساعتها لو تفتكر كان نجم المباراه بيرسيتاو. بيرسيتاو بيرسيتاو عمل كل حاجه. ليه؟ لان كنت بتتكلم على منظومه دفاعيه سيئه للطرف. كان في مساحات في الملعب، يعني الملعب طول الدنيا كانت فاضيه. اتفرج السنه دي هقول لك تسديدات امام عاشور. تسديدات امام عاشور من خارج منطقه الجزاء، ده اول سلاح انا هلعب عليه. هقول له على قد ما تقدر وانت طالع بالكوره. أيوة. طبعا انت مش هتجيلك نفس المساحه قد ما هنلعب كرات طوليه، واحنا هنقصد ان دفاع الترجي ينزل. عشان كده وسام ابو علي النهارده دوره مهم جدا في ايه؟ انه يطلع يتخانق فوق عشان هدف واحد، ان الكره ما تنزلش المدافع. الله اكبر. انه يجبر المدافع الكره تنزل قدام منطقه الجزاء. فمروان او امام يلموا الكره، لميت اوجد مساحه للتسديد وسد، ولا يهمك طلعت بره سد التاني. ما جاتش سد التالت رابع. ده سلاح، اول سلاح هلعب عليه. تاني سلاح هلعب عليه هيبقى رد فعل على قرار كاردوزو. هيفضل لغايه امتى صامد انه ما يطيرش بين علي وبين حميده؟ لغايه امتى؟ انا بيتهيألي لو الاهلي خد المبادره اعتقد سيناريو المباراه يتغير بشكل كبير جدا، سواء في تفكير كاردوزو او تفكير مارسيل كولر. لا يعني ان شاء الله يعني هدف للاهلي مثلا، ربي يكرمنا. طبعا هدف أو نص ساعه مثلا، اولا يسكت الجمهور، ثانيا يصدر توتر لعيبه الترجي، ثالثا يغير من فكره التكتلات ويوجد مساحات لعيبه الاهلي. شوف كل الورق اللي يبقى مع كاردوزو هيقطعه. هيقطعه الا اذا كان هو بصراحه بقى ايه، بنتكلم ناحيه بيلعب انشيلوتي وعامل بقى ايه فيرجن 1 وفيرجن 2 وفيرجن 3. برضه من نقطه زي ما احنا بنتكلم عليهم، انت ما تبص النتائج مارسيل كولر خارج الملعب، يعني الاهلي يمكن على مدار تاريخه كله معيش رقم محدد، لكن لما تبص النتائج مارسيل كولر اللي عملها
خارج الارض، سيبك من داخل الارض لان ده طبيعي، الاهلي على ملعبه صحيح. الطبيعي نكسب كل ماتشات صحيح، لكن ما تشوف عدد مرات الفوز وعدد مرات التعادل، انت بتتكلم على سلسله لا خساره صحيح. وصلت 18 مباراه صحيح، وصلت خلالهم لفاينل افريقيا السنه اللي فاتت صحيح، وعديت بالبطوله دي لغايه لما توصل فاينل، كل صحيح. ده بدون خساره خارج الملعب، وده صحيح. رقم طبعا لابد انك تحترمه مارسيل كولر طبعا. وخلي بالك انا اعتقد ان خساره النادي الاهلي من صن داونز 5-2 دي بعديها بص على عقليه مارسيل كولر في التعامل مع المباريات كلها اختلفت، وهو كمان بدا يفهم ان اللعب في افريقيا مختلف تماما عن اللعب في الدوري المحلي. ربما في اوروبا الفجوه مش في فجوه بس مش بنفس النسبه في افريقيا. في افريقيا لا، في فجوه انك تلعب في دوري محلي وانك تلعب في دوري ابطال افريقيا، مسابقه مختلفه ومنافسين اسلوب لعبهم مختلف. فمارسيل كولر في وجهه نظري النهارده عنده من الخبرات وعنده، وعجبتني قوي كلمته ان هو يعني اشاد بالتغير في الترجي، فبين لك ان المدير الفني برضه واقعي وشايف قد ايه هم متطورين وقد ايه عملوا يعني ابديتس في الفرقه بتاعتهم. فمهم قوي، مهم قوي ان هو يبني خطته. وخلي بالك في لعبه شطرنج برضو، نبقى واضحين مع بعض عشان الناس تفهم، في لعبه شطرنج الناس تلعب شطرنج دايما لو اتنين كويسين قوي كل واحد ساعات بيستنى انت هتعمل ايه. انا مش هاخد يعني هشوف الاول انت الخطوه بتاعتك وبعد كده انا ابني الخطوه بتاعتي على الخطوه بتاعتك. فاحنا عندنا ستيل في نسبه لعبه شطرنج النهارده، لان بنتكلم على اتنين مديرين فنيين كويسين فعلا. وخلي بالك الترجي فعلا كل امانه لما نيجي نحسب هو صعد تاكتكس ولا مهارات لعيبه؟ لا، صعد تاكتكس. انت صعدت 80% تاكتكس 20% مهارات لعيبه. الترجي عنده لعيبه كويسه لكن ما عندوش سوبر ستار. طب والاهلي؟ نعم؟ والاهلي؟ لا، الاهلي انت بتتكلم على شغل سنين. النهارده مثلا انا اسف، لعيبه الاهلي مهاريا كبروفايلز اعلى بكتير من لعيبه الترجي. مارسيل كولر كبروفايل اعلى بكتير من كاردوزو. بس الفكره في حته ايه النهارده؟ الفكره في حته ان هو جاي لك بسلاح انت مش متوقعه. تعالى كده من 5 سنين، بلاش، تعالى كده في التسعينات او في بدايه الالفينيات، قول كده اي مشجع مصري، مشجع كوره مش اهلاوي، مشجع كوره، قول له احنا رايحين نلعب الترجي في تونس والترجي هيدافع، يقول لك مستحيل، مين ده اللي يدافع؟ احنا كنا عندنا عقده الانديه التونسيه وعندنا عقده الانديه المغربيه، مستحيل يدافع. لكن النهارده بنتكلم على سلاح جديد. الراجل انا اسف يعني ما خدوش العزه بان هو مدرب الترجي وطلع فاينل. انت قلت استاذ الواقعيه في يعني انت ابتديت بكده. فهي دي النقطه. خلي بالك لان الناس لازم تفهم حاجه، المباراه انت بتشوفها على الشاشه اوكي دي ده شكل قدامك، لكن مش دي المباراه كلها. ده في حسابات تانية طبعا، في حسابات نفسيه وفي حسابات معنويه وفي حسابات وقرارات مديرين فنيين وحسابات سيناريو المباراه نفسه. كل حاجه بالظبط. والسيناريو يعني نفسه هيمشي ازاي؟ السيناريو نفسه ممكن يخلي اول 10 دقائق ياخد المباراه. انا اتمنى ان انت السيناريو انت قلته ده يا رب يتحقق. انا شايف ان المبادره في حد ذاتها تفرق معانا كتير، لو استطاع الاهلي بـ 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 بالمستوى اللي قدمه قدام سيمبا خارج الارض، قدام الوداد خارج الارض، قدام مازيمبي خارج الارض، شايف انه السيناريو ده يخلينا نقدر ناخد المباراه. وخلي بالك الجيل ده شاف يعني لحظات صعبه طبعا. يعني ماتش الوداد ده لما تيجي تشوف شخصيه لعيبه النادي الاهلي وهي بتحرز هدف التعادل في ملعب مركب محمد الخامس في الدقيقه 79، لا شخصيه ايه ده، انا باخد اللقب من وسط يعني. خد بالك برضو يعني مع كامل احترام لانديه افريقيا، لكن الجيل ده اتحط في تحديات مع صحيح. انديه في صحيح. بطولات كاس عالم راحت لليفل الوحش يعني صحيح. احنا رحنا ليفل وحش وكنا راس براس مع صحيح. اكبر انديه بس المهم ان احنا نشحن اهم حاجه أي. المهم جدا جدا في المباراه دي تشحن. ان انت تنسى تاريخ طبعا انسى التاريخ، تاريخ نحطه بس، الثقه شيء والجمهور شيء تاني. نحط معلش قبل طبعًا. اول ما الحكم صفى زي ما تفضلت وقلت نحط كده التاريخ بتاعنا في الهارد ديسك ونعمل شات داون للبي سي طبعا. اول ما نلعب ونخلي بالك نضيف على الهيستوري بتاعنا بعد ما الماتش يخلص، نقعد بقى نتكلم على الهيستوري ونقعد نتكلم على النوستالجيا ونقعد نتكلم على التاريخ وكل حاجه. طيب اتفقنا انه سكواد الاهلي نعم او ال 11 اللي ممكن يبدا بيهم مارسيل كولر بنسبه 90% كتاب مفتوح، وسكواد الترجي التونسي بنسبه 90% ان لم يكن 100% كتاب مفتوح. صحيح. يظل اللي مش مفتوح لسه او اللي مش باين، وده انا عايزك تقيم لي الفرق بينهم ومين عنده يحدث الفارق. نعم. الدكتين يا كريم، شوف ازاي بتشوف المقارنه بين دكه الاهلي وبين دكه الترجي، ومين الدكه الاتقل ومين الدكه اللي ممكن يلجا ليها اي مدير فني من الاثنين عشان يغير بيها سيناريو المباراه؟ شوف طبعا انا اشوف
الترجي فعليا يعني ما حسيتش ان هو عنده في المباريات السابقه ان هو حسم بدكه البدلاء قوي. يعني اعتقد ان هو كان الاساس بتاعه اللاعبين الاساسيين وامانه خط الهجوم. انت فعلا مثلا مين بديل يانساس؟ مفيش. مين بديل رودريجيز؟ صعب تلاقي. مين بديل حسام طوقه؟ مفيش. ما تلاقيش لعيب فاهمني؟ هو عنده لعيبه بيقدر يحسم، بيخلي بالك بيقدر يصمد بيها للوصول للهدف. عمل كده قدام يعني اسك، هو صعب رهات الترجيح. صن داونز 0-0 بالظبط، وصعب رهات الترجيح. وصن داونز شفنا بصراحه يعني اسك كان عندهم رقم ظريف قوي، ان مثلا ياسين مرياح كان عنده رقم حلو قوي. ياسين مرياح عنده 42 استخلاص. استخلاص اللي هو بيطير الكوره من ورا يعني تشتيت للكوره. انا في وجهه نظري 40 منهم حصلت صن داونز مثلا. طيب النادي الاهلي انا في وجهه نظري واحد من دكه بتلعب دور كبير قوي 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 مع مارسيل كولر في شقلبه مباريات عديده، وكان منها مثلا مباراه بلديه المحل الاخيره مثلا، ورقه زي ورقه رضا سليم. انا طبعا انا والله ولا عندي اي معلومات ولا عندي اي خلفيه على اي شيء، وجهه نظري الشخصيه. ممكن جدا رضا يبدا اساسي. انا احب ان رضا يقعد على الدكه. انا احب جدا رضا يقعد على الدكه جدا. ورقه مهمه، ومهم قوي انه ينزل بعد ما يتم استنزاف بين حميده وبين علي بدنيا. بين علي بيصمت شويه، نفسه بيكمل معاه، بين حميده لا. بين حميده مع انه بين حميده ممكن يبقى اخطر شويه كمفتاح لعب من بين بس انا بحس ان هو يعني كفتنس سامنة. فتنس واي فتنس وايز بتروح لبين علي اكتر شويه من بين حميده. في اي كان رضا سليم لما ينزل مثلا على حسب حسابات مارسيل كولر والاثنين الفول باكس مثلا، اكيد مش 100% مش 100% فول كاباسيتي او مش 100% الباور بتاعهم. اكيد يعني استنفذوا بعض من مجهودهم البدني قبل هو ما ينزل. لما يلعب عليهم في مواقف واحد، لما يتحطوا في مواقف واحد على واحد تبقى الاغلبيه ليك انت. انا لا احب ابدا بحسين، احب ابدا بيرسي تاو استخدم. وخلي بالك بيرسي تاو بقى عنده ميزه حلوه قوي. بيرسي تاو من اكثر الاجنحه في النادي الاهلي اللي عنده شخصية يعني غريبة بتظهر في المباريات الأفريقية القوية. حتى في ماتش مثلا 5-2 بتاع صن داونز كان نجم الأهلي في الماتش ده بيلعب يا خبر أبيض، ده الجون التاني تقعد تتفرج عليه مش ممكن. يعني وان مان شو، وان مان شو، قال لك تعالوا وان مان شو ماشي. أنا أحب الشخصية دي، أحب أبدأ بيها. ليه؟ بيوقفني في الملعب، بيقلق المنافس. حسين الشحات عنده ميزة إنه سرعة انطلاقاته بتوازي سرعة ارتداده للدفاع. دي ممكن مثلا ميزة ايه عن طارق محمد طارق دفاعيا بس مش هجوميا. فأنا أشوف الاتنين دول مثلا في النادي الأهلي أوراق كويسة كبداية. بس إجابة على سؤال حضرتك، دكة الأهلي أتريد. طبعا دكة الأهلي طبعا طبعا أوراقها أكتر. طب خليني أقول، لو كل واحد قرر يعني إنه يمكن أنا وأنا بتابع كريم العلامات التونسي في الفترة الأخيرة لقيتهم مركزين قوي على انه مارسيل كولر، او رهانهم يعني على انه مارسيل كولر هيلجا للطريقه او الاسلوب اللي بدا بيهم او اللي لعب بيهم في ماتشين، مازيمبي بره في الكونغو وسيمبا في الكونغو. نعم. لو انا واعتقد انه الترجي زي ما انت قلت كده ميغيل كاردوزو مش ممكن طبيعي انه يخاطر او يغير من طريقه لعبه اللي اعتمد عليها، خلينا نقول مثلا ماتشين صن داونز، لانه شايف انه الاهلي ممكن يبقى اكبر من صن داونز، فبالتالي ما اقدرش اخد مجازفه او اغير الطريقه دي. صحيح. لكن ماذا لو، نعم، ماذا لو قرر كل مدير فني انه يفاجئ، يخاطر ايه ممكن تكون المخاطره عند ميغيل كاردوزا او المفاجاه اللي يقدمها لمارسيل كولر وكولر ما يكونش عامل حسابها؟ حلو السؤال ده. وايه المفاجاه اللي وكولر الحقيقه كمان بالذات اكتر شويه، لان كولر عودنا في اوقات كتير جدا في ماتشات كبيره بيعمل مفاجات. بص سؤال جميل. بالنسبه لكاردوزو اشوف طبعا ان المفاجاه بالنسبه لي على وجه التحديد اشوف ان لو لقيت مثلا ان في استمراريه في الضغط العالي، مش في اول المباراه، اول مباراه اللعيبه متحمسه والداخله وسخنتنا اول خمس دقائق 10 ده مش مقياس. الفكر في الاستمراريه بعد الدقيقه 10، هل انا ما زلت بضغط على النادي الاهلي ضغط عالي وبمنعه من الكوره؟ ده بالنسبه لي انا مفاجاه. المفاجاه الثانيه انه يطير الاثنين الفول باكس في الهجوم بتاعه، علي وبين حميد. انك اول ما تشوف الترجي معاه الكوره في البيلدنج اب بتاعه بتلاقي وبيطلع بتلاقي ان الجناح دخل لجوه وبيسيب مساحه للفول باك ياخد الخط. دي بالنسبه لي هتبقى مفاجاه جدا. طيب
نروح لمارسيل كولر. ايه المفاجاه بتاعته؟ المفاجاه الاول بس قبل ما تروح لكولر، مفاجاه تخدمنا يعني، تحب انه ياخد المخاطره دي؟ اه طبعا جدا، تتمنى انه ياخد المخاطره دي؟ جدا اتمنى طبعا ياخد القرار ده والقرار الثاني قبل الاول ان هو يطير الأظهرة بتوعه. طيب بالنسبه لمارسيل كولر مفاجاه جدا جدا بالنسبه لي، لو بدا بامام عاشور ومروان عطيه واختار الاسم الثالث بعيدا عن اكرم توفيق وقرر انه يلاعب مثلا قفشه كلاعب تالت، دي بالنسبه لي هتبقى مفاجاه. هيبقى هو النهارده نازل يلعب المباراه دي وهو عارف ان هو بيسموها ايه البلاك هورس، هو الحصان الاسود، انا اللي جاي اكسب. دي تبقى بالنسبه لي مفاجاه. ليه؟ في مباراه زي دي اعتقد ان الامن ان امن باكرم سته واحط قدامه مروان وامام عاشور، وميزه هذا الثلاثي ان الورك ريت بتاعهم هيساعد امام عاشور يلعب قدامه براحته. انه متامن في الظهر. اي اسم غير الثلاثه دول ربما يعني 4-2-3-1. لا الاهلي لا يعني لو لعبت اكرم ومروان وتحرر شويه امام اللي قدامي يبقى راس مثلث مثلا، يبقى على يمينه بيرسي تاو ومعاه الشحات. احنا بنسميها 4-3-3. هي 4-3-3 بشيب معين اللي هو الشيب بتاع 6 و8 2. اوكي ده الشيب بتاعها. فانا بشوف بتهيألي مع الترجي في ارضه يعني انا العب باكرم ومروان قدام متولي وعبد المنعم ودي اكتر حريه ومساحه لامام من التحرر من الواجبات الدفاعيه عشان يقدر يستغل السرعات وتحركات تو في كل الاحوال. البوزيشننج بتاع الثلاثه اللي في الوسط خلي بالك برضو يعني في الكره الحديثه هي حسب مجريات اللعبه. انت ممكن فجاه على فكره تلاقي الثلاثه مع بعض راحوا هوب في مساحه في هجمه تسمح لينا ان احنا نطلع يلا نطلع، لكن الشيب على الورق هو هيحط 4-3-3 هيحط اكرم قدام الاثنين المساكين عشان يفضل دايما مامن هو بالظبط زي اهوله كده في الترجي، ومروان عطيه وامام عاشور واخدين حته قدامه. ليه بقى انا بقول لك الحته دي؟ لان انا في وجهه نظري باني السيناريو ان الترجي هيسيب لك الكوره. انا باني السيناريو كده، فمروان وامام هيبقى عندهم مساحه ان هم يطلعوا. انا في وجهه نظري الترجي لو ضغط النادي الاهلي عالي طوال الشوط مش اول 10 دقائق او 10 ممكن يلاقي ضغط عالي، لكن بعد كده هيرجعوا. لو فضل ضغط طول الوقت هو هيسيب هيخسر بدني كتير قوي 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 للحته اللي انت قلتها. لان برضو مارسيل كولر خلي بالك من مدير الفنيين اللي بيحط الدكه كورقه مكسب وتشوفها كتير، ازاي النهارده بينزل ده مش مكسب، ده في ماتشات كتيره جدا اول السيناريو 180 درجه بيقلب على طول. هو بيقلب ان هو برده بيعمل حسابه على الحته دي. نهائي دوري الابطال السنه اللي فاتت في مركب محمد الخامس كان بسبب دكه الاهلي بالظبط. فهو دي لعبته، واكيد طبعا مجيل كارتوزو عارف دي زي ما احنا برده احنا زي ما اتفضلت وقلت زي ما احنا بنقراهم هم بيحللوا الاداء بتاعنا وبيقرونا. فهو بقى هيشوف برده ان مارسيل كولر ربما يلعب معاه لعبه الشوط الثاني. انا مش هخلص الشوط الاول، انا عايز اقرا الشوطين. يعني خلينا نتفق انه بحاله التحفظ بحاله الاحترام المتبادل للفرقتين لو انتهى الشوط الاول بتعادل سلبي، هل تتوقع ان اي من مدير الفني الاثنين المديرين الفنيين انه يتخلى عن تحفظه وبالذات كاردوزو؟ يعني في النهايه يعني انا ما اتمنهاش تنتهي تعادل سلبي. انا زي ما قلت لك كده انا اتمنى انه يعني اقلها تنتهي تعادل ايجابي. فاهم؟ لكن لو فضلت الشوط الاولاني 0-0 هل تتوقع انه اي من المديرين الفنيين يغير من طريقته، ولا السيناريو الشوط الثاني هيبقى تكرار للسيناريو الشوط الاولاني؟ لو الشوط الاول خلص 0-0 كاردوزو هيامن دفاعه في الشوط الثاني اكتر من الشوط الاول. نقول تاني لو الشوط الاول خلص 0-0 كاردوزو هيأمن دفاعاته في الشوط الثاني. رهنوا على ايه؟ رهنوا على ماتش الاياب ان اطلع من رادس 0-0 والعب في ماتش الاياب على كذا تشانس منها التعادل الايجابي بتاعنا مش بتاعك انت. خلاص انت خسرت. انت قلت نقطه مهمه جدا. ايوه احراز هدف خارج الارض ربما النهارده يبقى اهم من الخروج كلين شيت. تاني احراز هدف خارج الارض ربما في بعض الاحيان يكون اهم من انك تخرج كلين شيت بسبب النتيجه اللي انت لسه قايلها دي 0-0. لان 0-0 بتخسرك انت بتخسرك انت التعادل الايجابي في الاياب. انت ضيعت فرصتك. صح 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 ماتش مازيمبي
احنا فضلنا حتى واحنا كسبانين واحد خايف متوترين طبعا وحاسين ان المباراه 50-50 رغم انك انت متقدم. برافو عليك صح، لانه اي هدف في اي لحظه يعقد السيناريوهات ويريح مازيمبي جدا ووضع في الاعتبار حاجه انت. ان انت حتى ايفي لو اتقدمت 1-0 هو التاني هيبقى عنده ميزه حلوه قوي. ايه هي؟ يلا خاطر طير كله، يلا نهاجم. الضغط هيبقى عليك انت من حته ايه؟ انك بتلعب وسط جماهيرك ووسط وجماهيرك عايزك تهاجم بس انت فعليا داخل الملعب لا قدر الله في السيناريو ده مضطر ان انت تامن. ليه؟ انك لو هدف تاني خلص عليك لو انت استقبلت هدف انت محتاج مش هدف واحد. يعني انت شايف انه واحد من اهداف كاردوزو النهارده 0-0 محطوط على الاقل على البورد جوه بتقول انه هو هيفرح اكتر من كولر. لو 0-0 هو يفرح اكتر من كولر. لو 1-1 كولر يفرح. ليه؟ لان هيبقى كاردوزو مطالب عشان ياخد التعادل الايجابي يجيب هدفين. فدي صعبه شويه في استاد القاهره. فاحنا نتمنى ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله ما نروحش. انا على مستوى شخص هي وجهه نظر اتفق معاك جدا ما نروحش لسيناريو 0-0. طيب قبل الماتش بدقائق بعد الشغل ده كله والتحضيرات وقرايه المنافس ايه اهم كلام ممكن يتقال للاهلي؟ الدوافع عند الاهلي كتير، يعني نمره واحد انت بتكتب تاريخ ما اتكتبش في افريقيا قبل كده. بتكسر رقم قياسي الاهلي محققه وبيحسب للجيل ده من اللاعبين. بتزود بقى معاه شويه ارقام تانية، رابع لقب في اخر 5 نهائي، بتزود مسيره الله يعني لا هزيمه او عدم الخساره في افريقيا، في حاجات كتيره جدا. لكن لو انت بتكلم اللعيبه في اوضه اللبس النهارده على ال 90 دقيقه اللي هم نازلين يلعبوها مع الترجي هتقول لهم ايه يا كريم؟ بص دلوقتي الساعة لو انت بتتكلم النهارده بلسان جمهور سيبك الاداره اكيد عملت اللي عليها، الجهاز الفني عمل اللي عليه. لو انا وانت دلوقتي في غرفه الملابس قبل المباراه دلوقتي الساعه 7:30 قبل المباراه بحوالي ساعتين ونص اول كلمه انا هقولها لهم اللي ذاكر ذاكر. فنيات خلاص احنا ذاكرنا وعملنا كل حاجه وخلصنا، هبدا اشتغل الساعتين دول معنوي بحت، اشحن الجزء المعنوي، ألعب على الجزء اللي يخلي اللعيبة دي في الملعب يطلعوا أقصى ما عندهم معنويا وبدنيا. خلي بالك مهم قوي قوي عند الرياضي إزاي تلعب بالهرمونات. طول ما أنت عندك هرمونات إيجابية اللعيب بيكمل. عارف ساعات بيبقى اللعيبة بدنيا تعبانين جدا، لو انت جبت في مقياس كده يقول لك في الفاتيجيه ده بيبقى بيبين اللعيب مجهد. لو هو عنده امل وعنده حلم بيطلع وعنده هدف الادرينالين بيطلع بيبدا يزيد. ده امر خاص بالمعنويات، ملهاش دعوه بالفنيات والاعداد البدني خالص. انا من دلوقتي ما بعملش حاجه غير اني بتكلم معنوي وببدا ادي اهداف وادي تارجتس للعيبه واقول لهم قد ايه النهارده هم بيسطروا اساميهم في التاريخ، قد ايه اللحظات دي هي دي اللي هتتكتب في تاريخهم النهارده وماتش ان شاء الله يوم السبت الجاي، هو ده تاريخك. اشتغل الحته دي وبعد كده طبعا يتبقى اول حاجه مصفر نتيجه شغلي، وطبعا فوق كل شيء توفيق ربنا سبحانه وتعالى. صحيح وعلي. النصائح اللي تقولها لمهاجمي الاهلي النهارده او اللعيبه اللي تملك مفاتيح التسجيل، يعني اذا كنت بتختار او اذا كان مارسيل كولر بيختار مثلا او رهانه، انا ما اعرفش والله يعني ممكن يراهن على مين او ممكن يفاجئنا بمين، لكن لو بنقول مثلا سواء بدا اساسي او بدا احتياطي جناحات الاهلي عندنا الشحات، عندنا بيرسيتا، وعندنا رضا سليم، من وراهم امام برضو اعتقد مفتاح مهم، قدامهم كلهم وسام ابو علي. لو كلمت على الشحات مثلا على بن علي بيرسي تاو او رضا سليم على بن حميده، شايف عناصر التفوق ممكن تكون ازاي؟ انا هعملها سيشنز، هاخد حسين وبيرسي تاو مع بعض. حسين وبيرسي تاو يا جماعه مهم جدا جدا جدا، يبقى دورنا فيه واحنا بنقسم الهجوم والدفاع النهارده ربما يكون 40-60، لازم تامن وتخلي الفول باك اللي وراك مرتاح دايما شايفك، ما يبقاش في فجوه ما بينكم. الفول باك لما بيشوف الجناح راجع يدافع معاه بيبقى مبسوط، بيبقى متامن في حد هيساعدني، والنهارده احنا محتاجين دي اكتر من هجوم. بس اول ما انا عايز في الهجوم يا كريم في الهجوم يعني اول ما هبدا طبعا افضل السرعات افضل اللمسه واللعبه معاهم افضل. بيرسي تاو عنده ميزه الدريبلينج مميزه جدا وسكيلر، يعني بيرسي تاو عنده بعض المهارات في مواقف واحد على واحد. ربما حسين الشحات بيزق الكره ويجري بس برضو انا اقدر انوع ولازم ما حدش يفضل على جبهه واحده، لازم اغير. بس عارف الحته السؤال بتاعك ده لوسام ابو علي مهم قوي. ليه؟ لان هيبقى عنده حرب في الكرات العاليه مع الاثنين المدافعين خطيره جدا. وكمان انا مش عايزه بس يطلع ياخد لا ده انا عايزه يطلع ياخدها ويوجهها.
ده انا عايزه يطلع ياخد الكوره. عارف فاكر هدف النادي الاهلي؟ عشان برضه ندي يعني مثل للساده المشاهدين في المثل اللي انا عايز يعني اروح بيه على المميش. هدف النادي الاهلي في الصفاقسي 1-0، الناس بتعتقد ان الهدف ده جه اعتباطا. اللي يفرج على الاهلي جوزيه، الهجمه دي اتكررت كتير جدا مع الصفاقسي، مع الزمالك في ماتش 4-3 هدف التعادل لعماد متعب في عبد المنصف، مع الاتحاد السكندري في هدف عماد متعب في الدقيقه 90، كره شادي محمد كان اوائل جمعه يلعبها طوليه بيطلع مهاجم ينزلها للتاني والتاني على طول يشوط من خارج منطقه الجزاء. كان فلافيو تريكا. برافو عليك. فدي نفس الفكره اللي انا تنفع مع الترجي في حته ايه؟ ان حسام ابو علي لازم النهارده تطلع تنزل لي الكوره، مش تلعبها وبس او تحضرها لنفسك، لا انا عايزك تلعبها وتنزلها لواحد. فتاسكايا مش سهله، صعبه جدا. وامام عاشور ومروان ما زلت مؤمن تماما لازم اول ما تقرب من خط ال 18 خلي اوبشن التسديد ضروري عندك. تحب تقول توقعاتك على الهوا ولا؟ ان شاء الله باذن الله باذن الله. انا بقالي 3 ايام حاسس ان هيكسب 1-0 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بشكرك كريم، نورتنا. شكرا جزيلا، استمتعت بالحلقه. كل التوفيق لرجالتنا النهارده في انتظار خلاص ساعتين ونص بالتحديد ويبدا اللقاء. نتمنى ان شاء الله باذن الله الاهلي يفرح جماهيره، واتمنى ان شاء الله اقابلكم حلقه بكره واحنا بنكون حاسين، يعني اعتقد ان شاء الله انه الاهلي قادر يكون مقرب جماهيره من اللقب رقم 12، مش في انتظار بس مباراة العودة اللي برضه هتكون صعبة بالتأكيد. واعتقد انه حتى لو حقق الاهلي مكسب النهاردة الترجي مش هيكون عنده حاجة يبكي عليها زي ما بيقولوا، لكن اعتقد ان احنا ممكن نقرب بشكل كبير في مباراة النهاردة. الاهم انه ربنا يوفقنا ويكون التوفيق معانا. اعتقد الاهلي يقدر يرجع ان شاء الله بنتيجة تفرح كل الجماهير. بشكركم على المتابعة، نتقابل بكرة في حلقة جديدة من السادسة. تحياتي لكم.